كل عيان ليه اللي يناسبه. بس قولي التقنيه ازاي بنعمل تكبير ثدي؟ كتير قوي من اللي عايزين يكبروا الثدي هو ما بيبقاش عندهم مشكله حجم قد ما هو ترهل. الحشوات فيرسس الدهون مميزاتها طبعا نتيجه سريعه، المقاس متفقين عليه، المشكله انها مش دائمه. ايه الفرديات برضه في تقنيه تصغير الثدي؟ الحقيقه ليه تكنيكس كتير وما ينفعش يبقى جراح بيشتغل بتكنيك واحد يناسب جميع العيال. الدكتور محمد اشرف المليجي مدرس جراحه التجميل بكليه الطب القصر العيني، زميل جامعه توبنجن شتوتغارت المانيا، زميل الجمعيه الهولنديه لجراحه تجميل الوجه، عضو الجمعيه الدوليه لجراحه التجميل، استشاري جراحة التجميل بكلينيكا جويل مصر. اهلا بكم. الانف شيء مهم جدا في عالم جراحة التجميل لانها سنتر الوش. الانف العيوب اللي لما تكون فيها موجودة بتضايق العين جدا، مش عايز اقول بتدمر حياته، صعبة دي يعني، بس بتأثر في حياته جدا، بتبقى هي محور كل حواره، ما بيحبش او ما بتحبش تروح المناسبة، ما بتحبش تتصور، ما بيحبش يبان قدام الناس، بيبقى عنده عقده، حاسس انه المساله ممكن توصل لحاله نفسيه كمان، يعني بتبقى يعني المساله ساعات يبقى ليها بعد نفسي كبير. فجراحه تجميل الانف جراحه مهمه جدا، النهارده نفهمها بالتفصيل. طبعا اللي عنده المشكله دي هيبقى منتبه لينا جدا، خصوصا ان ضيفي العزيز واحد من الاسماء المتميزه في عالم جراحه التجميل، واحد من الماهرين جدا في هذا المجال، وبيسعدني جدا بحواره العلمي الدقيق للغايه، واسم كبير في هذا المجال، الاستاذ الدكتور محمد اشرف. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورني وسعيد بهذه الزياره واختيارك لموضوع الانف، لان انت اخترت موضوع يعني حوارنا كله النهارده بس جراحة الأنف. ليه زاد الطلب على هذه الجراحة؟ هو يعني احنا بدأنا نتنبه ولا مشاكل الأنف بقت كتير؟ لا، هو الناس بدأت تتنبه أكتر طبعا. يعني السيلفي والصور والسوشيال ميديا وكده زودوا كل جراحات الوجه عامة، والأنف طبعا عشان هي في نص الوش وبارزة بره الوش، فأي عيوب بقت ظاهرة في الصور بصورة كبيرة، فطبعا الناس بدأت تتنبه اكتر جدا يعني للموضوع ده، فبدا الطلب عليها يزيد كتير الفتره اللي فاتت. الايرانيين اكتر ناس في المنطقه كلها بيعملوا عمليات انف، لان عندهم جين بيخلي الانف فيها عيب. يعني شكل مميز، يعني الانف بتاعتهم ليها شكل مميز، ويعني تتصلح من العمليات. بالظبط. لكن عايزك تحكي لي بقى ليه الانف جراحة صعبة، جراحة المليمترات؟ هي بالظبط، هي صعوبتها ان هي اول حاجة بتحتاج تمرين يعني للجراحين خارج نظام التمرين العادي على عمليات التجميل. يعني زي هي ادق شوية، مش هقول ليفل اعلى، بس هي ليفل مختلف شوية عن بقية عمليات التجميل. فدايما جراح التجميل في منهم ما يشتغلوش انف، لانها تدريبها لوحده شوية، فتحتاج تدريب طويل شوية عشان زي ما حضرتك قلت بالظبط هي مليمترات. ومش بس ان هي مليمترات، هي ان الواحد يقدر يبقى عارف هيعمل للعيان ايه في كل منطقه في الانف. بتفرق فيها، محتاجه يعني خبره كبيره جدا بين جراح واخر. فهي والغلطه بتعمل مشكله كبيره بفوره فعلا يعني لاي عيان، فهي حاجه دقيقه بتحتاج ان حد يكون دارسها كويس ويشتغلها يعني كويس، يعني بدقه يعني شديده، يعني عشان يبقى النتيجه مرضيه للعيان، ما يبقاش في اي مشكله، لان فعلا الغلطه الصغيره بتبقى مشكله احيانا كبيره. على الجانب الاخر في ناس كتير بتتردد انها تعمل العمليه لان هم خايفين من المضاعفات، الناس دي ليها حق؟ والله ليهم حق وما لهمش حق الاثنين، يعني هي لو ما اتعملتش عند جراح كويس قد يبقى ليها مضاعفات شديده شكليه وتنفسيه وكده، وكان تطلع في وقت ان هي هتاثر على النفس، ويمكن زمان كانت فعلا الطريقه القديمه كانت بتاثر فعلا على النفس. دلوقتي لو جراح تجميل بيشتغل يعني تجميل الانف كويس وكده، لا بالعكس، ده احيانا يحسن له. لو عنده مشكله هو ممكن يكون مش واخد باله منها، يلاقي نفسه بقى احسن يعملها له بالطرق الجديده. فلا يعني هي صح وغلط الاثنين، بس لو اختار صح الجراح هي هتبقى الدنيا كويسه. الصوره دي بتقول المقاييس، هل بتوريها للناس عشان تفهمهم يعني ايه مقاييس؟ كتير خلال الكشف بوريها اكتر للناس اللي ما عندهاش مشكله.
اللي بيبقى عندهم زي حاجه اسمها بودي ديسمورفيك، هو مناخيره كويسه جدا، المقاييس كلها مظبوطه، وهو جاي او هي جايه عايزه تعمل عمليه تجميل الانف، ليه هي مش عاجباها او بتقلد حد او يعني كده، فبضطر اوريها المقاييس واصورها واوريها ان هي كل المقاييس المظبوطه، ومش بس يعني الصوره دي، في مقاسات اخرى كتير في الانف يعني، عشان تقتنع ان هي كويس. لكن لما بيبقى حد عنده مشكله واضحه وكده ما بحتاجش قوي يعني، هو لما بشرح له هو عارفها يعني، فبقول له هنصلح كذا هنصلح كذا. لكن الرجاله والستات دلوقتي بيقبلوا ولا الستات اكتر؟ يعني دايما الستات اكتر، بس رجاله كتير زي ما قلت حاجه بسبب الصور وكده بقوا بيهتموا طبعا، وكتير من الرجاله بيبقى عندهم مشاكل في اوجاج انفي بعد حوادث كتير يعني بعنف، وهم اطفال وبيلعبوا وكده، فمناخير يعني كان بيبقى عندهم كسور، فدي بنضطر نعمل لها عمليه تجميل لما يكبروا، سواء بنعدل الحاجز الانفي او كده. فبي يعني برضو في نسبه رجاله عاليه يعني مش قليله، بس دايما الستات اكتر بصراحه. طب كلمني على العمليه نفسها، ليه تقولوا فول جوب ومش يعني ايه التعبيرات دي؟ يعني ايه عمليه انف كامله او عمليه انف جزئيه؟ ده صح كده؟ صح. ممكن بيبقى عيان عنده مشكله مثلا زي في التب او اللي هو طرف الانف، والباقي كله مقاييسه كويسه، فممكن يتعمل له حاجه بسيطه، ممكن نحتاج نكسر العظم، ممكن نحتاج نبرد العظم، ممكن ما نحتاجش. ففي ناس هنعمل كل العمليه كامله، وفي ناس هناخد اجزاء صغيره بس اللي هي المشكله اللي عنده، والباقي يعني مقاييسه كلها كويسه، فهو هنظبط الجزء المعين اللي هو اللي فيه المشكله على الجزء الثاني. انت من انصار عمليه الانف المفتوح ولا المغلق؟ انا من انصار المفتوح معظم الوقت، بس احيانا في حاجات صغيره ممكن تتعمل مغلق. بس المفتوح دايما يدينا رؤيه اوضح، ويعني جروحها ما عمر ما حد بيشتكي من جروحها، وعمر ما حاجه بتبان منها يعني، ممكن خلال اسبوعين بتبقى تقريبا الجرح اختفى فعلا لانه مش ظاهر تماما. فهي دايما الدنيا اوضح والتصليح احسن وادق بكتير في المفتوح، بس في بعض الحالات بتبقى حاجه صغيره زي ما قلت لحضرتك، فما بنحتاجش غير بتبقى الدنيا واضحه من المغلق يعني. ايه اللي بيتم في العمليه؟ يعني احنا اللي احنا شايفينه بعض اجزاء شرحيه. والله احنا يعني بنصلح الحاجز الانفي لو فيها وجاج، بنلم الغضاريف ونصغر حجمها شويه لو فيها كبر في الطرف السفلي، بندعم منطقه الغضاريف وسط الانف احيانا يعني، ممكن نصغرها وممكن نحتاج ندعمها او نزودها شويه، مش نزودها شويه بطريقه ان هي تكبر المناخير، بس بنزودها عشان نحافظ على النفس. قد نحتاج نشيل العظمه اللي هي بتبقى ظاهرة عند معظم الناس، قد نكسر العظم نضمه لو المناخير عريضة. فطبعا كل ده بيبقى بعد يعني قياسات دقيقة، عارفين ده هنعمل له قد ايه، ده نحتاج نشيل له عظم مثلا 2 مللي، الغضاريف مللي، وهي كلها مللي مترات فعلا يعني، فواحد ممكن 3 مللي، واحد مللي، ويدي فرق جامد في النتيجة. هل في حالات بتبقى قابلة للإصلاح وحالات تانية تقول لا دي غير قابلة للإصلاح؟ ده حقيقي، في حالات مش هنقول غير قابلة، بس هي يعني الإصلاح فيها هيبقى يدي تحسن مثلا 20%. بترجع لمثلا سمك الجلد أو عمل عمليات كتير قبل كده كلها كانت خاطئة أو فيها مشاكل لسبب، فلما يجي لي أقول له أنا هصلحك وهحسن الدنيا، بس يعني النتيجه مش هيبقى تحسن 20% 30%، فانا لازم بس اوصل له هذه المعلومه عشان ما يبقاش عنده اكسبكتيشن اتوقع ان يعني في حاجه تحسن رهيب او جايب لي صوره حد عايز يبقى زيه، فلازم يبقى عارف ان هو ده اللي احنا رايحين له. ف يعني نقدر نتقابل انا والعيان في نقطه واحده ان التحسن 20% يوافق، غير كده يبقى غير قابل ان انا اعمل له حاجه. طيب انا هسالك سؤال بهدي فيه النفوس يعني، زي ما انا جاي اهدي النفوس اهو. طلعت اساليب جراحيه بيقولوا عليها اساليب العلاجيه غير جراحيه زي الفيلر والبوتوكس، وقيل انها ستلغي العمليات الجراحيه، هل هذا واقع؟ هل خلاص أصلح؟ لا هي مش واقعيه طبعا، بس هو يعني مش هنقدر نقول ما لهمش دور قوي، الفيلر تحديدا للي خايف من العمليه بنقدر نملى فيه فراغات في
المنطقه دي لو في حد عنده عظمه زياده نقدر نصلح بيها، لكن ملوش دور اخر مثلا في الطرف السفلي بتاع الانف اللي هي زي ارنبه الانف، ملوش ادوار انه بيرفع الانف ولا اي حاجه، هو بس الخط اللي هنا ده يقدر ممكن نظبطه شويه بالفيلر. مشكلته انه غير دائمه، نتائج غير دائمه. في بقى كلام على ان البوتوكس بيضيق الانف، الكلام ده يعني انا رايي انه غير صحيح خالص، انه يستخدم انه يصغر الانف بالبوتوكس وكده، لا ما يعني ده كلام تجاري شويه اكتر منه يعني، لكن الفيلر ليها دور بس دور صغير في حالات قليله. طيب بيجي لك نوعين من الناس، بنت صغيرة عندها 18 سنة 17 سنة متضايقة من شكل أنفها، وممكن يجي لك واحدة ست أو راجل ممكن على مشارف الستين أو عداها حتى وبرضه مش عاجبه أنفه دلوقتي خلاص يعني، أو يعني إما ما كانش معاه فلوس أو كانت بتضايقاه بس قرر دلوقتي إن هو يعمل السنين دول يعني 18 لو يعني الحالة فيها مشكلة لا تعمل عادي يعني، طول ما احنا فوق 18 سنة تعمل مفيش مشكلة لو شايفين مشكلة واضحة. اللي فوق الستين لازم اقعد معاه بس شوية افهم هو ايه ليه اخذ القرار دلوقتي. لو كانت المشكلة مادية فعلا زي ما حضرتك بتقول مفيش مشكلة يعني، هو بيحوش ماشي، لكن عادة الناس في السن ده قليل اللي بتعمل انف في هذا السن، فلازم افهم بس يعني هل في مشاكل نفسية، هل في حاجة مضايقاه معينة فبيعمل عملية، لان هي برضو قرار العملية تجميل الانف لازم يبقى العيان مقتنع تماما لانها بتغير الشكل تماما. فهو يبقى عنده مشكلة مضايقاه هنغير له شكله للاحسن بس يبقى مقتنع، لان ممكن حد يغير له شكله للاحسن ومش ما يقتنعش، هو كان عايز شكله القديم اللي مش احسن. فدي لازم بس نفهم نفسيته ايه قبل الجراحه، وما فيش مشكله يعمل برضه لو الدنيا ما فيهاش مشاكل. في مطربه معروفه يعني عملت عمليه تجميل انف، بعديها قعدت فتره طويله الجمهور نفسه مش شايفها مش عارفها. اه بس ده حقيقي. او عمل في جاب حصل نفسي، هي نفسها كانت عندها يعني توتر عصبي وهي كانت اتحسنت يعني اتحسنت يعني حسنت شكلها بس هي دي المشكله، ان لازم اللي هيعمل العمليه يبقى يعني موافق يتقبل الشكل الجديد اللي هو الاحسن، بس موافق يتقبل بس اللي هو مش متعود عليه هيشوف واحد تاني شويه بالظبط كده. فدي مش يعني مش اي حد غير اللي عنده مشكله فعلا مضايقاه هو بس اللي هيتقبلها. ايه اللي لازم نكون فاهمينه بعد العمليه؟ النصايح تعليمات ولا مفيش تعليمات؟ لا التعليمات بس ان هيبقى في تورم وزرقان ممكن ياخد مده يعني 10 ايام اسبوع احيانا اسبوع ل 10 ايام، ده تورم شديد احيانا مع بعض العيانين، احيانا عيانين مش بتورم قوي بس يعني ده لازم نحذر بيه. فهو يبقى خلال ال 10 ايام دول يعني مش هيطلع في تلفزيون، مش هيعمل حاجه، او لو بيشغل بيقابل ناس ما يقدرش يقابل الناس يعني، لكن لو يشتغل شغل عادي يقدر يشتغل. والله انت عارف في بعض الدول بيخرجوا لا هنا في مصر على فكره هنا بيخرجوا مفيش مشكله يعني، هي برضه بترجع بس لو في شغل بيبقى صعب يعني، لو في شغل بيبقى الناس دايما لان بيبقى الزرقان احيانا عنيف وبتبقى كانها حادثه يعني يعني هو كانه لعب مع تايسون فهي دي، وان النتيجه النهائيه برضه ملاكمه بالظبط كده، هي فعلا هي ماتش ملاكمه فالنتيجه برضه انها مش على طول يعني، احنا بنقول ايه خلال مثلا 3 اسابيع تبتدي تظهر لنا بوادر النتيجه، وبقى النتيجه النهائيه من بعد شهر ونص مثلا، وتفضل تتحسن لفترات طويله يعني كمان يعني، يفضل بعد شهر ونص نقدر بقى نقيم العمليه تماما، وتفضل تاخد مده. فهي دي اللي برضو لازم العيان يبقى عارفها كويس قبل العمليه عشان ما يجيش في فتره التورم اول اسبوع بعد العمليه يتفاجئ يقول لي انا مورم كده ليه، يفتكر ان ده الشكل النهائي يعني. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد اشرف كان في زياره رائعه للانف التجميليه في عالم جراحات الانف الذي ينبغي ان نطلق عليه الضوء او نسلط عليه الضوء، لانه الانف الجراحين المصريين انا متحيز لان دي الواقع، احسن جراحين بيعملوا جراحات انف في المنطقه العربيه ومنطقه الشرق الاوسط، رغم انه في ناس كتير بتطلع من مصر تعمل جراحات انف بره مصر، ما تعرفش هل هي يعني عقده الخواجه، لكن بيرجعوا بنتائج مخيبه للامل. احنا الوحيدين اللي في المنطقه العربيه اللي بيعمل حاجه اسمها تيلور سيرجري او جراحه تفصيليه، بره ناس كتير بيعمل كاستات ثابته يبقى وشك مش لايق على مناخيرك. الكلام ده هنتكلم عليه في مره جايه، لكن خلي بالكم مصر هي الرائده في عالم جراحه الانف.
كتيره قوي بتغفل المخاطر او المشاكل الصحيه اللي جايه من ورا السمنه. جراحه السمنه ما تنفعش فوق سن ال 60 سنه وما تنفعش اقل من 18 سنه. اللي بيحكمنا اول حاجه حاله المريض الجسماني. دايما دور على اصل المشكله وما تمسكش في الفرعيات وما تضحكش على نفسك. فكره ان نزول الوزن في حد ذاته هو اللي بيوصلني لتحسين السكر. الاستاذ الدكتور احمد نبيل الحوفي استشاري جراحات السمنه المفرطه والسكر، مدرس الجراحه العامه وجراحات المناظير والاورام وجراحات السمنه المفرطه، كليه الطب جامعه عين شمس، عضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه المفرطه والسكر IFSO، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه والسكر والمناظير. اهلا بكم. هناك صله وثيقه جدا بين السمنه والاكتئاب. الحقيقه دراسه الهامه او مجموعه الدراسات الهامه اللي اوجدت علاقه وثيقه بين السمنه والاكتئاب كانت دراسات متاكده او بمعنى اصح متوقعه جدا من خلال المتابعه، انه مرضى الاكتئاب اللي بيعانوا من سمنه مفرطه بسبب التغيرات الفسيولوجيه والهرمونيه والمناعيه الخاصه بهم بشكل كبير جدا هيزداد عددهم في الفترات القادمه. والدراسه او الدراسات دي اكدت ان المصابين بالسمنه المفرطه يعانون من الاكتئاب 3 أضعاف الانسان ذوي الوزن الطبيعي، وانه ممكن جدا الادويه اللي ياخدوها كمان تساعد على زياده الوزن بشكل او باخر. ولقوا برضو انه الاكتئاب والاضطرابات النفسيه والعاطفيه تجعل هي نفسها تخفيف الوزن امر في منتهى الصعوبه، لانه المريض اللي عنده سمنه مفرطه بيدخل في حاله اكتئاب، والاكتئاب يجعله ياكل اكتر فيدخل في سمنه مفرطه، ياخد دواء الاكتئاب يخليه ياكل اكتر فيكمل في طريق السمنه المفرطه، يجي يخس هو اساسا مكتئب. والخسسان عايز انسان ما يكونش عنده درجه من درجات الاكتئاب كبيره، لانه التخسيس عايز لما يدخل في نظام رجيم لازم يبقى عنده اراده، طب الاكتئاب ضد الاراده، الاكتئاب معناه ان انا ما عنديش اراده او يتناسب تناسبا عكسيا مع الاراده، كلما زاد الاكتئاب كلما كانت الاراده في الحضيض. ولذلك المريض الخاص بالسمنه المفرطه عشان نقول له خس بنظام غذائي لازم نفهم ان ده صعب جدا، صعب جدا ومش سهل، لانه انت عندك عوامل كتيره هتقف حائل امام انه يخس بالنظام الغذائي. هنا الجراحه ربما يعلو اسهمها على النظام الغذائي في كثير من الاحيان، لانه لما بنيجي نجيب مريض عنده 170 كيلو الاراده بتاعته تقريبا منعدمه، حالته النفسيه في ضغط عنيف جدا واكتئاب كبير مخلي كمان حالته النفسيه في الحضيض، عشان نطلب منه اراده ان هو يمشي على نظام غذائي هنبقى احنا بنتوهم او بمعنى صح كالحارس في الماء، ثم ننظر الى الجراحه، لا الجراحه هي تبقى الحل الامثل في هذه الحاله، لانه الجراحه مش محتاجه اراده، الجراحه محتاجه ان انا اوافق ان انا اتعمل لي جراحه بس، مش بقى. لكن هي جواها في اراده برضه، اراده ان انا فعلا محتاج ان انا اخس فاتخذ القرار المناسب. النهارده احنا هنفهم ما يتعلق بالجراحات، جراحات السمنه المفرطه، ونفهمها بالتفصيل. والحقيقه النهارده حوار انا بقول لكم حوار مهم جدا ومثير جدا، وحوار في مصداقية علمية على أعلى مستوى، لأن ضيف العزيز هو صفته الأساسية المصداقية العلمية اللي على أعلى مستوى، فأنا هستغل هذه الزيارة وأسأله في كثير من القضايا الشائكة والأمور المتعلقة بجراحات السمنة المفرطة. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم جراحات السمنة والموهوب بدرجة كبيرة كجراح والماهر بدرجة كبيرة كمتعامل مع مرضى السمنه المفرطه، طبعا الاستاذ الدكتور احمد نبيل الحوفي. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا وشرق وزياره جميله وبنسعد بهذه الزياره. هل قبل ما ندخل بس في هل فعلا انت بتلاحظ ان المرضى السمنه المفرطه اللي بيقول لك بيبقى عندهم درجه من درجات الاكتئاب؟ مفيش شك طبعا في كلام حضرتك، واللي ناكده اكتر كلام حضرتك ان معظم مرضى الاكتئاب كانت دايما الشكوى المصاحبه للاكتئاب دي هي الافراط في الاكل.
وزي ما حضرتك قلت برضو معظمهم بيشتكوا من مع لما بيبتدوا ياخدوا ادويه الاكتئاب ده بيزود من شرايطهم للقتل. ابطو ان احنا كمان اكتشفنا ان ده بيبقى عائق لينا بعد الجراحه، يعني معظم مرضى الاكتئاب اللي بيبقوا ماشيين على ادويه ليها علاقه بالاكتئاب والكلام ده لما نعمل لهم جراحه بيبقى معدل نزولهم بطيء. ولما قعدوا يعملوا دراسات على القصه دي اكتشفوا ان سببها ببساطه هي ادويه الاكتئاب نفسها، واضطر ان نعملها نسحبها مع يعني بالتعاون مع الزملاء من شانين الطب النفسي، ولما بنبتدي نسحبها بنلاقي نتيجه ملحوظه. ففعلا الاكتئاب ليه تاثير عنيف على زياده الوزن لان هو بيزود شرايح للاكل، وبالتالي كمان وايضا كمان الادويه اللي بتتاخد مصاحبه لعلاج الاكتئاب. اذا دعنا نبدا بالجزء الاول، الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ في الابيض والاسود والرمادي في سؤال في الاول يتحدث عن ان جراحات السن الحديثه اصبحت اكثر دقه من ذي قبل، وهذا فيه فائده كبيره للمريض. طبعا ابيض. ليه احنا بنقول ان الجراحات الحديثه ليها دقه اكبر؟ لعلتين. العله الاولانيه ان التاريخ بتاع جراحات السمنه قعد يتطور تدريجيا من جراحات كانت لسه تحت التجربه، ومع الوقت كل شويه بنكتشف ان عمليه بتزول وبتنتهي قيمتها وبتدي تيجي عمليه تانية يبقى ليها السوبريورتي او ليها يعني انها تبقى هي ليها القوه على الساحه. لو رجعنا مع بعض كده تاريخ جراحات السمنه من ايام ما كنا بنتكلم في الستينات من القرن الماضي عن العمليه اللي كان ميسون ابتداها اللي هي تحويل المسار، وازاي هو تطور من هو كان بيعمل وصله ما بين الجيب من المعده والامعاء وبعدين تحولت للي هي رون واي جاستريك بايباس او اللي هو التحويل الكلاسيكي، وبعدين مرورا من تحويل المصغر اللي اخترعه دكتور راتلج في امريكا، وعمليه السليف جاستريكتومي او التكميم المعده اللي هو اخترعها جانييه. هلاقي تاريخ طويل قوي من العمليات، كل عمليه بتيجي يعني تنقض عيوب العمليه اللي قبليها، ها، وتبتدي تفتح لنا طاقه امل في فوائد جديده للعمليه اللي بعديها. وده يخلينا نركز في نقطه معينه. ايه النقطه معينه؟ في مبادئ لازم نبقى متفقين عليها في كل جراحات السمنه. جراحات السمنه بنقول للمره الالف هي عمليات قائمه على حاجه من اتنين، يا ريستريكشن يا مال ابزوربشن. والكلمتين دول نحط تحتيهم 100 خط. ليه؟ ريستريكشن يعني احنا قللنا لك كميه الاكل، وبالتالي ده ريستريكشن عشان ابين للناس تقليل تحجيم. محتوى تحجيم تقليل محتوى بالزبط. محتوى الاكل هو ايه؟ الجهاز الهضمي. انا بصغر الجهاز الهضمي، بصغر المعده، بحجم اللي بيخش جوه. مال ابزوربشن معناها ان انا بقلل الامتصاص. الامتصاص صح كده؟ كل جراحات السمنه مبنيه على النقطتين دول، ايا كانت العمليات اللي قبل كده واللي جايه بعد كده واللي لسه ما اخترناهوش واللي هيخترع بعد كده، كلهم قائمين على النقطتين دول. وده يحطنا تحت نقطه مهمه جدا. النقطه الاولانيه ان احنا اكتشفنا ان كل مرضى السمنه المفرطه، وعايز احط تحت دي مليون خط، كل مرضى السمنه المفرطه بيبقى عندهم نقص طبيعي في الفيتامينز. ده من قبل ما نعمل اي جراحه خالص. اخر الدراسات بتقول ان 92% من مرضى السمنه المفرطه خصوصا السيدات منهم بيبقى عندهم نقص في فيتامين دي، بيبقى عندهم نقص في جميع الفيتامينز بنسب متفاوته. طبيعي بعد اي جراحه من جراحات السمنه سواء ريستريكتيف او مال ابسوربتيف، يعني سواء قللنا كميه الاكل او لعبنا في الامتصاص، هيحصل نقص في الفيتامينات. وبالتالي عشان نبقى متفقين على كونسبت ما دام هنبقى بنتكلم بمصداقيه، مفيش جراحه سمنه مفرطه نقدر نقول ان بعديها المريض مش هيحتاج يمشي على فيتامينز. ده مبدا لازم نرسخه، مبدا علمي منتهي ومش هنتجادل فيه، لان كل الابحاث العلميه وكل الدوريات العلميه اللي اتعملت بصوره او اخرى، مفيش دوريه علميه او مؤتمر علمي قدر يثبت ان في اي جراحه من جراحات السمنه بما فيهم الجراحات اللي قائمه على ريستريكشن ان هو احنا ما لعبناش الامتصاص الا والمريض لازم يمشي على فيتامينز. وتحديد مده اخذان الفيتامينز دي برضو تاني مفيش دراسه مكتوبه تقول ان احنا عندنا تايم ليميت هنوقف الفيتامينز امتى. ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان في الاونه الاخيره بدانا نسمع ان احنا ممكن نقلل الفيتامينز او كده. الكلام ده الى الان مش هنقول عادي تمام يا صاحبي، بس الى الان لم يتم اثباته بصوره علميه. تعالى بقى نروح لسؤال مهم قوي. عمليه ساسي هي عمليه لتقليل كميه امتصاص السكريات والدهون. ساسي اوبريشن. ابيض طبعا. هي ساسي اوبريشن دي عشان برضو نبقى فاهمين هي جت ازاي. ساسي دي اختصار سنجل انستموزز سليف جاستريكتومي وذ اليال باي باس. ده معنى ان احنا زي ما احنا شايفين كده بنعمل تكميم للمعده وبنيجي على بعد 2 متر ونص من الايشيكال جنكشن او من بدايه القاع
قولون وبنعمل وصل. ودي نقطتين بقى عايزين نقولهم مهمين هنا في الجزئيه دي. اول حاجه احنا العمليه دي غيرت مفهومنا شويه عن جراحات تحويل المسار. جراحات تحويل المسار الكلاسيكي او المصغر كانت قائمه على ان احنا بنعد الامعاء من اول حاجه اسمها دي جي او من موضع اتصال الاثنى عشر بالامعاء من فوق. الكلام الجديد واللي كان رسخ له دكتور سكوبينارو يعني الفكره بتاعته ان احنا عشان نقدر ناثر على المساس اكتر بنحسب حاجه اسمها الكومن تشانل او المجرى اللي بيمشي فيه الاكل مع العصاره. في العمليه زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا تكميم فده الجزء اللي ماشي فيه الاكل فقط. وعملنا ال- 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 الوصله على بعد 2 متر ونص من ال- ال- من القولون. ال 2 متر ونص دول هم اللي هيمشي فيهم الاكل مع العصاره اللي جايه من الامعاء. وبالتالي هي عمليه نظريا اقوى من التحويل المصغر. ليه اقوى من التحويل المصغر؟ لان التحويل المصغر كان قائم ان احنا بنعمل وصله بعد 2 متر بس. فهنا دي من ناحيه الامتصاص هي هتاثر اكتر. اللي يؤخذ احنا هنقول ايه اللي معاها وايه اللي ضدها. اللي مع عمليه السياسي اول حاجه ان احنا تقريبا عاملين عمليه تكميم وعمليه تحويل مصغر. مع العلم ان احنا زودنا القدره على قله الامتصاص لان احنا على بعد 2 متر ونص من الامعاء فده اثر اكتر على الامتصاص وبالتالي امتصاص الكربوهيدرات والسكريات زي ما حضرتك قلت هيبقى اقل بكتير من التحويل المصغر. الحاجه الثانيه ان الجيب بتاع المعده ده ما بقاش هاي بريشر باوتش. يعني ايه؟ يعني الضغط جوه الجيب المعدي اللي فوق ما بقاش عالي زي مرضى التكميم. ده فايدته في ايه؟ حاجتين. الحاجه الاولانيه انه بيقلل نسبه حدوث التثريب لان احنا ما فيش ضغط عالي جوه المعده. الحاجه الثانيه ودي الاهم ان احنا ما بقناش بنشوف مشكله الارتجاع. كانت دايما العائق او اللي دايما بيعاب على تحويل المسار ومصغر ان مشكلته ان في نسبه عاليه من المرضى بيجي لهم حاجه اسمها ارتجاع في العصاره بتاعه الاثنى عشر او العصاره الصفراويه. خلاص يعني رغم ان كان التحويل المسار المصغر ده كنا بنقول بينفع للعينين عندهم ارتجاع في المريء بس كان يعاب عليه ان العصاره بتاعه الاثنى عشر قد يحصل لها ارتجاع في المعده وتعمل له ارتجاع للعصاره. هنا ما بنشوفش القصه دي قوي. ليه؟ لان بيكون عدى فتره طويله قوي من الامعاء. احنا بنتكلم في 3 4 متر قبل ما نبتدي نوصل عند الكومنت شانل. فدي ميزه تحسب للتحويل الساسي. الميزه الثانيه ودي الاهم ان احنا ما قطعناش عند الاثنى عشر. ودي اهميتها دي بقى شق جراحي. كان في حاجه عندنا مصطلح يقول لك اسمه ديدينا ستامب بلو اوت او انفجار الجزء اللي بيتقطع عند الاثنى عشر بعد الجراحه. وده يمكن حاجه مشهوره عندنا في اساسيات الطب ان المنطقه دي الضغط بتاعها عالي جدا. هنا احنا ما قطعناش عند الاثنى عشر اساسا. وبالتالي احنا كمان تجنبنا الريسك بتاع التسريب. الميزه الرابعه في العمليه دي كانت بيعاب على تحويل المسار المصغر ان لو لا قدر الله المريض جاله صفره او جاله حصوه في القناه المراريه مالوش اكسس ان احنا نعمل استئصال الحصوات اللي في القناه المراريه. انما اكتشفنا ان بعد ما عملنا العمليه دي احنا عندنا اكسس دايركت مباشر لحد القناه المراريه فبسهوله لو لا قدر الله المريض جاله حصوه في القناه المراريه وانا عامله دي هو نقدر نوصل للمكان بتاع القنوات المراريه ونقدر نسلكه من غير ما نعمل تدخل جراحي. طيب ده الجانب الايجابي من العمليه وده جانب محترم جدا ومشكور جدا. وزي ما قلنا اللي اخترع بدايه العمليه كان جراح اسمه سانتورو. ده كان راجل برازيلي عملها في 2012 وكان عامل حاجه اسمها ترانزيت باي بارتيشن. وقعدنا بقى نعمل كان بيعمل التوصيل على بعد 80 سم بس من القولون وبعدين لقى الامتصاص بيتاثر فبدات الناس تغير في القصه وبدات المسافه تبقى من 80 سم لمتر ونص لمترين ونص وفي ناس بتشتغل على بعد 3 متر بس القياس من تحت مش من فوق. وبالتالي احنا بنركز في النقطه دي ان الامتصاص هنا بيتغير. طب ده اللي مع العمليه. اللي ضد العمليه حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا الى الان ما عندناش دراسه قويه تقول هل مسار الاكل بيبقى قائم على الجزء الديبندنت اللي هو مكان الوصله ما بين المعده والامعاء ولا الاتجاه الطبيعي بتاع الاكل. وبالتالي ما عندناش قانون يقدر يثبت هل المرضى دول احتياجاتهم للفيتامينز هتقل ولا لا. وان كان نظريا يفترض انها تقل. ليه يفترض انها تقل؟ لان الكومن تشانل لسه موجود او يعني المجرى الطبيعي اساسا لسه موجود. بس برضو ارجع اقول لحضرتك حاجه، كل مرضى التكميم بيحتاجوا ياخدوا فيتامينز. فلو احنا بنقول ان المريض ده عاملين له تكميم ووصلنا عليه تحويل، اذا كان مريض التكميم بيحتاج فيتامينز، فبقول لحضرتك مريض انا لعبت له كمان في الامتصاص، فديفنتلي هيحتاج فيتامينز. يبقى دي اول حاجه. الجزء الثاني اللي يعاب على العمليه دي ان الى الان هي عمرها لا يتعدى 5 سنوات. ودي نقطه مهمه جدا. لا
لما بنيجي ندرس اي عمليه والافكاسي بتاعتها بنتكلم في ان احنا نقول التاثير بتاعها على مدار 20 و25 و30 سنه. سكوبينارو لما اخترع العمليه بتاعته بتاع سكوبينارو دي كان مطلع نتائج على بعد 25 سنه ويقول ان عنده عينين بعد 25 سنه ما لهمش ارتجاع في الوزن. للاسف للاسف عمليه السياسي لحد دلوقتي كويشنبل او عليها علامات استفهام فيما يخص ارتجاع الوزن. ليه؟ لان احنا لحد دلوقتي احنا ما اثرناش على كميه الاكل. العيان ممكن ياكل كميات كبيره، كميات امتصاص السكر والدهون هتبقى مش قويه، بس مع الوقت هيحصل ادابتيشن، المريض هيستفيد من السكريات. مع بعض كمان يعني الدوريات العلميه اللي قالت لا احنا اكتشفنا كمان ان المرضى دول بعد وقت بيرجع لهم زياده في الوزن، وبالتالي هي عمليه الى الان تحت الدراسه ولا يجوز ان احنا نعممها. طب تعالى نروح للجزء الثاني، وفي الجزء الثاني كمان في حاجات هنشوفها للجمهور، بس في الجزء الثاني هنشوف مين اللي ممكن نقول عليه متهم. انا في رايي انه في جراحات السمنه مفيش متهم، الا مش متهم صريح ومفيش يعني الا واحد ولا اثنين اللي هو بقى يقول لك انا بعمل جراحه مفتوحه ده متهم اللي يقول لك ما باخدش فيتامينات خالص خالص بعد العمليه تماما، ما فيش فيتامينات ولا انا عنتره بن شداد مش بتاع الفيتامينات وبتاع ده اللي بيقول الفيتامينات ده متهم اكيد يعني ده جاني كمان. تعال نشوف المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ من يرفض اجراء عمليه ساسي اوبريشن لمريض عمليه ساسي لمريض يعاني من سمنه ولا يعاني من سكر؟ ايه بقى ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا هو مش متهم، لان احنا تاني زي ما اتفقنا احنا مش هنجرب في العيانين. يعني قصدي هي عمليه بدا يبقى عليها دراسات وهو بس هي تاني زي حاجه اوبشنال. يعني ايه؟ يعني انا بقول لمريض انت المريض ده ما ينفعلوش غير تكميم، او المريض ده ما ينفعلوش غير تحويل. لما نوصل لمرحله ان احنا نتكلم عن السادي او الساسي او لازم المريض يكون ليه جزء من الاختيار. لو كنا نفتكر في الحالات اللي فاتت كنا نقول ايه؟ المريض يجي لنا واحنا بنقول له انت قدامك واحد واثنين وثلاثه ونقدم له الخيارات المتاحه بالنسبه له. ما دام دخلنا في الجراحات الحديثه خلاص لازم يكون بيشاركنا في قرارنا المريض نفسه، لان هو اللي هيتحمل تبعات قراره طبعا بالاضافه للطبيب. فما فيش جريمه ان واحد يقول لواحد ما تعملش عمليه او تعمل عمليه. دي زي ما اتفقنا في الاول ما فيش جاني صرف وما فيش متهم صرف. انا عايز اسالك برضو على سؤال، من يقول انه نسبه التسيب في سادي لا تتعدى 3%؟ ده صح؟ ما فيش كلام رقم معلن، بس هو تاني كل جراحات السمنه معدل التسيب يعني بيتراوح الواحد ل 3%. ممكن يكون سادي او ساسي او الكلام ده عشان لسه ما خدتش حيزها من الدراسه فما عندناش ارقام سوليد ليه. بس الى الان ما شفناش بحث طبي بيقول ان في نسب تسريب عاليه، اللهم الا في جراحات اصلاح جراحات السمنه، يعني واحد كان عامل عمليه وبنصلحها له فممكن ده يزيد معدل التسريب عشان تلاقيه في الانسجه. انما الارقام دي لا مش عارف. 1 ل 3% على فكره برضه سؤال في نقطه بس لازم اتفق فيها. في فرق بين الكلام المكتوب واللي بنشوفه على ارض الواقع. كل جراح سمنه من الزملاء الافاضل اللي حضرتك بتقابلهم او كده هيبقى عنده في حياته كام جراح؟ يعني مريض عنده تسريب 1 2 بالنسبه لالاف العيانين، احنا بنتكلم مش 1 2%، ده بنتكلم 1 2 في الـ1000. فمش عايزين دايما يبقى الهاجس اللي واصل للمريض التسريب التسريب التسريب. التسريب ده يمكن كان واخد حيز من الاهتمام زمان نظرا لان كانت الدباسات التكنولوجيا بتاعتها ما كانتش عاليه، كانتش كفاءه كانت لسه الناس ما عندهاش كفاءه او ما كناش لسه فاميليار بالعمليات الجديده دلوقتي. مع تطور العلم والعمليات الجديده دلوقتي لا الكلام ده اتغير تماما. احنا بنتكلم في نسب فعلا والله الى ارض الواقع. انا مثلا يعني مش هتكلم عن نفسي او كده، يعني في حياتي شفت كام حاله تسريب؟ حالتين. يعني في شغل انا الشخصي خلاص، وكانت واحده فيهم بعد تصليح جراحه سمنه. فاهم حضرتك قصدي؟ يبقى مش عايزين يبقى دايما الهاجس اللي عند المريض ان هو انت عندك مشكله في التسريب. التسريب في الاخر لازم نبقى متفقين ان 90% منه هو معتمد على التئام الانسجه. ومش هنشوف مشكله في التئام الانسجه دي الا عند عدد قليل جدا من المرضى. الجزء التكنيكال بقى ان يكون المريض معمول له حاجه خاطئه او كده، دي حاجه صعبه جدا انك تشوفها عليك دلوقتي، لان كل جراحين السمنه بس ما شاء الله اكسبرت وبيشتغلوا بدل الحاله 1000 و2000. مش بنشوفها كتير قوي زي ما. طيب هنروح لجمهورنا العزيز ونسمع كلام من الشارع، من جمهورنا اللي موجود في الشارع. احسن ونشوف. هتلاحظ حاجه غريبه بس مش عايز احرق لك الملاحظه اللي احنا هنلاحظها دلوقتي في السؤال اللي جاي من الشارع. تعالوا نشوف مع بعض. احنا لسه تاثير السكر لعمليات البالون او تحويل المسار اللي هو اوقات بيسموها تكميم المعده او تحويل مسار المعده، هل ده بيفيد برضه عمليه السكر او تقليل السكر في الجسم؟
هنا واضح في طريقه السؤال انه الراجل بيتفرج علينا، بس بيتفرج علينا تقريبا وهو بيشرب شاي وهو يعني معدي بيكوي، فهو خد كلام بس طبعا مش كلام بطريقه السؤال نفسه، لازم يعني نعدلها له شويه، بس كويس متشكرين ان في ثقافه اهو. انا هقول لحضرتك على حاجه، تحويل المسار حاجه غير تكميل المعده خالص، والبالونه دي حاجه ثالثه خالص. يبقى ويعني هنقول ايه؟ يعني يحمد لحضرتك ان احنا قدرنا نوصل المفهوم ده للناس، ان رجل الشارع نفسه بدا يفهم ايه حاجه اسمها جراحة سمنه، يعني ايه تكميم ويعني ايه تحويل. حضرتك لو رجعنا من 5 أو 6 سنين كنت عشان تقول كلمه تحويل مسار دي لدكتور لدكتور، مش هقول لحضرتك لعيان لواحد في الشارع، كان يقول لك يعني ايه العمليه دي. تعالى بقى نروح للوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ عملية ساسي تصلح لمرضى كبار السن وللشباب ايضا، وهم ولا شك ولا يقين؟ ديفينتلي ما فيش اي حاجه تمنع انها تتعمل للشاب او لحد كبير في السن. متابعه المريض بعد اجراء عمليه ساسي او عمليه سادي مهم جدا، وهو الطريق الوحيد للنجاح في العمليات دي. اي جراحه سمنه لو انقطعت العلاقه بين الدكتور والمريض هتفشل العمليه. ده شق لا يتجزا من العمليه ومن الخطوات بتاعتها، المتابعه ثم المتابعه ثم المتابعه. يوم ما بتنتهي علاقه الدكتور بالمريض تاكد ان المريض هيبتدي يمارس عادات خاطئه تضيع له العمليه. وفي مبدا احنا دايما كنا بيعلمهولنا اساتذتنا، مفيش جراحه سمنه سحر. لو المريض عايز يزيد في الوزن، لو عملت له اي عمليه ايا كانت وما التزمش هيرجع يزيد في الوزن. يبقى لازم متفقين ان العلاقه بين الدكتور والمريض ما ينفعش تنتهي. عمليه سادية بديل لتصحيح فشل عمليه تكميم المعده. ديفينتلي طبعا دي ليه بقى؟ في فنيات العمليه نفسها احنا قلنا في السادي ان احنا بنعمل جيب واسع شويه زي التكميم بس واسع. هو معظم العيانين اللي بيجي لهم فشل في جراحه تكميم المعده بيبقى عندهم مشكله من ايه؟ او اسباب فشل جراحه التكميم المعده ايه؟ حاجه من ثلاثه، يا حاجه جزء تكنيكال ان الجيب مثلا اللي عاملين في المعده من الاول واسع، ودي يعني دي تبقى حاجه يعني يلام فيها الطبيب اللي عامل العمليه. خلاص ده الجزء التكنيكال. او ان المريض نفسه يكون غير عاداته الغذائيه فبدا يقلب اكله من الاكل العادي لشراهه السكريات، فده يخلي العمليه تفشل. او الجزء الثالث ان المريض يكون هو اساسا من الاول عنده شراهه للسكريات وبيلخبط، او بياكل كميات اكل عنيفه فبتوسع المعده. طيب هو استادي عملت ايه؟ استادي عملت اجابه عيان عامل تكميم واسع. فبالتالي استادي لو انا بعملها فروم ذا ستارت انا بعمل تكميم واسع، فكاني جيت على مريض وسع التكميم بتاعه. فهي ديفنتلي حل هايل للقصه دي. وزي ما قلت استادي فيها مستين مهمين جدا، هتضيع تاثير الارتجاع لان احنا محافظين على الصمام بتاع العضله اللي تحت، هتاثر على الامتصاص بقوه اقوى من تحويل المسار الايه المصغر، وبالتالي هي اقوى بمراحل من المصغر ومن السياسي ومن التكميم الشخصي. نورتني وشرفتني وسعدت بهذا اللقاء سعاده خامره. احنا اسعدنا الحقيقه خامرة. الحوار معك دائما ممتع وعلى ارقى مستوى من المستويات الخاصه بجراحات السمنه المفرطه، وزي ما انا قلت عنوانه المصداقيه والوضوح والدرجه العلميه الكاملة. النهاردة اللي عايز يفهم علم دقيق جدا يتابع خصوصا الجزء الأول، واللي عايز يفهم الحلول الحقيقية الذي لا جدل عليها في نقاط الخلاف بين جراحات السمنة استمع للجزء الثاني بشكل واضح جدا، لكن الجزء الأول ده شرح تفصيلي لعمليات متعددة في جراحات السمنة. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور أحمد نبيل الحوفي كالعادة كان مبدعا، نورتنا دكتور أحمد، متشكرين على هذه الزيارة، كان مبدعا في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة. الفيلر عايز فن، حسن الدقيقة ان احنا نرفع ونعمل الطب بالطريقة دي. الفكرة مش فكرة فيلر اتحط اتحقن وخلاص، لا ده فن. 95% من حالات الهالات السوداء بنحقن لها فيلر في الاول. مفيش كريم هدهنه هيرسم المناخير. من يعطي او يحقن فيلر دائم لحاله؟ في العالم كله ممنوع منعا باتا حقن اي شيء دائم في الوجه. الدكتور يحيى حشيش اخصائي الجلديه والليزر. اهلا بكم. عشان تحصل على بشره كويسه وجميله في طبعا لازم تعمل روتين انفستيجيشن وروتين كاونسلنج عند دكتور جلديه متميز.
لكن في حاجات اساسيه ارجوك ابعد عن ابعد عن الاكتئاب، ابعد عن الضغوط النفسيه، ما تتفرجش على حد ينرفزك، ما تتفرجش على حد يعصبك، ما تسمعش اخبار وحشه. الفيسبوك بقى بيجيب اكتئاب عند ناس كتير، اخبار واراء كده ساعات تنرفز يعني. يعني انا في رايي انا قريبا جدا هبعد عن الفيسبوك. الامتناع عن التدخين ده في منتهى الخطوره برضو، التدخين بيضر. الابتعاد عن اشعه الشمس، اشعه الشمس بتعمل مشاكل كبيره جدا في الجلد، عايز تحصل على بشره كويسه ابعد عن ده. كل اكل كويس بيحتوي على فيتامينز وخصوصا فيتامين اي اللي بيدعم وبيغذي الجلد. اشرب ميه كويسه، ما تكترش قوي ما تقللش قوي، 3 لتر في اليوم كويس جدا، 3 لتر. كريمات الترطيب ارجوك استخدمها، والسان بروتكشن. الخضروات كلها كويس، كل كويس، وخضروات تكون طازجة. طبعا زي ما انا بقول دايما وقي الشمس لازم يبقى ثقافة عند الناس، لازم الولاد الصغيرين يتربوا، بنات بالذات قبل ما يحط يتربوا يحطوا مكياج، يتربوا انهم يحطوا وقي شمس. هتخرج بوشها في الشمس بمكياج هتحرق، وخصوصا في الفترة اللي جاية لازم تاخد بالها من الحكاية دي. الفن النضارة ده فن. النهاردة مع واحد من المتميزين من الدكاترة اللي بيتميزوا باللمسة الفنية الرائعة جدا في عالم الجلدية، وزي ما في عالم الجلدية الدكتور يحب يتوصف بانه فنان، ده في عالم الجلدية يعني. الفن الجلدية فن في التعامل مع مشكلات البشرة. ضيفي العزيزة الخبيرة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور يحيى حشيش، أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور، وحشني ومؤخرك ومعطلك. لا لا لا، أنا مبسوط دايما إن أنا معاك، ومش مشكلة لو نمنا ورا ورجعنا تاني، مش مشكلة خالص، دايما ببقى مبسوط وأنا مع حضرتك. أخرنا بتصوير. والكلام اللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة، النضارة والحفاظ على البشرة وإزاي أحافظ عليها نضرة، إزاي أعالج المشاكل اللي بتحصل من الشمس، من التدخين، من العادات السيئة الكتيرة زي الميك اب اللي بيتحط لفترات طويلة وبيناموا بيه البنات، بالذات الغلابة اللي شغالين في مجال الإعلام اللي على طول حاطين ميك اب ومعرضين دايما للإنارة القوية دي. حاجات كتير قوي بتأثر على نضارة البشرة. يعني بقى خلاص مفيش ست بتدخل عيادة التجميل، ودلوقتي كمان الرجالة، من غير ما يطلبوا احنا عايزين نعمل حاجة للنضارة، عايزة احافظ على شبابية بشرتي، الجلد، اليوثفل لوك او اليوثفل اكلا بتاعت البشرة. مفيش حد بيدخل لعيادة الجلدية دلوقتي او بيدخل لدكتور التجميل من غير ما تسأل او يسأل على ازاي ممكن يحافظ على النضارة. خلينا نبدأ بالجزء الاول النهاردة، جزء مهم. احنا دخلنا بقى فترة الطلب ده، طلب النضارة قوي بالتالي زاد دلوقتي، مش كده؟ هو طول السنه طبعا، بس يعني دلوقتي داخلين الصيف، فورمه الساحل. فورمه الساحل مش بس السكس باكس والكلام ده، لا طبعا البشره مهمه جدا. انا داخل على الصيف، موسم افراح بقى ومناسبات وسفر والكلام ده، الناس دايما بتحب تعمل حاجات لطيفه تحسن من ما افسده الظهر او الفتره بتاعت الشتاء وجفاف الجلد والكلام. وفي ناس تعمل في الصيف حاجات تضر الجلد، هنتكلم عنه ده اكيد. نشوف في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي، من علامات البشره اللي بدات تحصل فيها مشاكل هي الندبات، ظهور ندبات، ظهور هالات سوداء، جفاف جلد، وده بيحصل في سن صغير. ابيض ابيض طبعا. طبعا يعني طبعا ندبات حب الشباب يعني للاسف ما زلنا لسه بنشوفها كتير، رغم كلام الدكاتره كلهم سواء في عياداتهم او ثرو البرامج الطبيه المحترمه زي برامج حضرتك. ازاي بننبه الشباب في فتره في سن المراهقه وسن حب الشباب، لو سمحتوا نعتني ببشرتنا دايما، نبعد عن ما هو ممكن يزيد من ظهور الحبوب اللي بي حاجات اللي بتزود الافرازات الدهنيه، ازاي ندهن ايه ونستخدم
نستخدم ايه وامتى نستخدم الكبسولات، ويا ريت ما نلعبش في الحبوب، بنقعد نترجعهم ان هم ما يلعبوش في الحبوب عشان ما تسيبش في الاخر اثار. فللاسف لسه بنشوف الندبات، رغم ان طبعا الحمد لله بفضل التكنولوجيز والعلم اللي موجود قدرنا باستخدام ادوات مختلفة ودمجها مع بعض. دايما بحب اتكلم لو حضرتك تاخد بالك عن الكومبينيشن اوف ثيرابيز، ازاي نقدر نعمل ميكستشر او ندمج لادوات مختلفة. عندنا الفراكشنال ليزر، عندنا البلازما الغنية بالصفائح الدموية البي ار بي، عندنا الكيميكال بيلينج، عندنا اجراءات جراحية. كل الحاجات دي بتحسن كتير قوي من الندبات. الهالات السوداء بسبب بقى دلوقتي التلفزيون الموبايل على طول، البنات والولاد الشباب او هم داخلين السرير دايما على طول الموبايل في ايديهم، دي عادة سيئة جدا جدا، ويسهروا قدام الشاشة الصغيرة، دي ارهاق للعين رهيب. طبعا النظام التغذية السيء وعدم شرب الماء ده كله بيأثر وبيزود من الهالات السوداء. علاجها متاح وسهل وظريف، ولكن اي حاجة من المشاكل اللي بتواجهها البشرة وليها علاج في العيادات تبقى محتاجة دايما من الشخص اللي بيعاني منها ان هو يحافظ هو كمان على نفسه. بعد العلاج يبقى بيمشي على نظام حياة، نظام اكل، كريمات، واقي شمس، يشرب مية، يستخدم اساليب بسيطة جدا وسهلة جدا وممكن تكون رخيصة جدا في البيت، الطبيب بيقولها له يعلمه ازاي حتى يعملها، دي هتحافظ على نضارة وجمال بشرته. النمش والكلف سبب الاساسي التعرض للشمس بطريقة خاطئة. هقدر اقول رمادي مش ابيض. أوكي. الكلف والشمس مش بس الكلف والنمش مش بس الشمس، الاثنين في استعداد وراثي. مبين النمش ده بيظهر من سن مبكر، دي حاجة وراثية موجودة من الصغر، النقط اللي هي البني اللي بتبقى موجودة بالذات حوالين العين، دي لطيفة جدا، بتزيد في الصيف. يعني البنات اللي عندهم نمش دايما بيجوا بعد فترة الصيف زايدة قوي، بتبتدي تقل شوية في الشتاء. ازاي ممكن نقللها؟ نستخدم صن بلوك ده حاجة لطيفة جدا، لازم نتعود على استخدامها. اما الكلف فالكلف له استعداد وراثي برضو زي النمش، ولكن ممكن في اسباب بتخليه ان هو يظهر، زي مثلا الحمل، استخدام اقراص الاورال كونتراسبتيفز، حاجات كتير قوي ممكن تخلي النمش. طبعا تعرض للشمس ده اساسي لان هو بيزيد من درجة او حدة الغمقان للكلف او النمش. فالصن بلوك ده اساسي. هنعمل فراكشنال ليزر، هنعمل تقشير كيماوي، هنعمل ايا كانت الاجراءات اللي هنعملها اللي بتجيب نتائج هائلة، بتجيب نتائج جميلة جدا من جلسات قليلة قوي. ولكن دايما في هومورك، في واجب للشخص اللي بيعاني او عايز يعالج المشكلة اللي عنده في البيت لازم يتبعها. حضرتك تاخد بالك النضارة لما بنتكلم فيها او التصبغات او الكلام ده، هي بتتأثر بعوامل خارجية كتير وداخلية، فما ينفعش اعتمد كليا على العلاج اللي بعمله في العيادات. لازم يبقى فيه دايما ديلي روتين، فيه روتين اجراء يومي انا متبع، اجراء شهري اسبوعي على حسب ايه الاجراء اللي هعمله. التقشير الكيميائي دلوقتي مهم، بيعتمد على ازالة او تقشير البشرة بدرجات متفاوتة، بيعالج الجملة دي بقى هي المهمة جميع مشاكل البشرة. ايه؟ لا طبعا اسود طبعا مفيش جميع، مفيش جميع. وطبعا اول بداية الكلام جميلة جدا جدا جدا، طبعا التقشير الكيميائي من الاجراءات اللطيفة جدا السهلة جدا اللي استخدمناها قبل استخدام قبل تكنولوجيز كتيرة، قبل الدرما، قبل الفراكشنال ليزر، قبل الدرما كانت بتعالج لنا التصبغات بطريقة لطيفة جدا. كانت حتى قبل ظهور الفراكشنال ليزر كنا بنستخدمها في علاج التجاعيد الخفيفه. طبعا لما بنعمل تقشير كيماوي على درج على يعني لليفلز او دبث عمق عنيف للجلد، وده طبعا بيحتاج اجراءات وقائيه يعني احترازيه خاصه،
لازم العيادات تبقى مجهزه والكلام ده. طبعا احنا ما بقيناش بنلجا قوي للتقشير، لان بقى عندنا الفراكشن الليزر، بنلجا للتقشير الكيماوي في التصبغات البسيطه الخفيفه، ده بيبقى لطيف قوي. عايزين نعمل مثلا ندي كده ننور البشره لمناسبه او كده بعد خلال اسبوعين ثلاثه، بيبقى لطيف قوي التقشير الكيماوي في حاله من الحالات. التقشير الكربوني بقى اصبح من اهم التقنيات المستخدمه في جميع مشاكل برضو البشره وتصبغات البشره. التصبغات، هقدر اقول التصبغات، هتكلم ان هي برضو مش جميع، لان مفيش حاجه زي بالظبط اللي بينزل للصيدلي او يروح لجارته يقول لها انا عايز كريم يعالج التصبغات ويعالج لي الندبات وكمان عندي جفاف في الجلد فانا عايز ارطبه. مفيش حاجه بتعالج كل حاجه. الليزر الكربوني اصبح صيحه تقريبا مفيش حد ما بيعملهاش دلوقتي، يعني عندك فرح، عندك مناسبه قريبه، عندك خروج عايزه تبقى وشك منور وسموث ناعم، اعملي ليزر كربوني سهل جدا لطيف جدا بتخلصيه وبتعيش حياتك عادي خالص. بس بتبقي محتاجه طبعا الصن بلوك، الصن بلوك ده اساسي، الواقي الشمس ده اساسي بعد اي اجراء وحتى من غير ما نعمل اي اجراءات، فطبعا لطيف. في العالم البشره في متهم وفي جاني وفي بريء. جاني متهم ام بريء؟ من يضع الدرما بين كحائط دفاع معه في كل احوال نضاره البشره، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا مش متهم، هو يعني بريء. يعني الديرما بان جهاز لطيف جدا جدا جدا، سهل الاستخدام في العياده بالنسبه للدكتور ونتائجه لطيفه قوي. هو عباره عن قلم، يعني هو جهاز بسيط ولكن بجد سحر. يعني هو مع الديرمارال الاثنين دول، فكره النيدلينج، فكره السنون اللي بتخرج منه وبتعور الجلد بالطريقه المنظمه دي عشان الجلد يعيد بناء نفسه، حاجه لطيفه جدا. احنا من خلال كمان السنون دي احنا ممكن بندخل مواد، سواء هنستخدم معاه البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، هنستخدم معاه فيتامينز او اي فيتامينات بتحفز تنشيط الكولاجين زي الميزوثيرابي ممكن نستخدمها معاه. على فكره الديرما بان والديرمارال قبل الفراكشنال ليزر كان الديرمارال هي نفس فكره الديرما بان، ولكن الديرما بان هو مكنه كنا بنستخدمها في علاج ندبات حب الشباب وبتجيب نتائج مذهله. طبعا مع تطور التكنولوجي ودخول علاجات مختلفه جديده او ادوات جديده طبعا بقينا بنوصل لنتائج احسن، بس كان طول عمرنا بنستخدم قبل الفراكشنال ليزر الديرمارال بنتائج جميله. تخيل الندبات، تخيل بقى لما بنيجي نتكلم عن النضاره، ديرما بان جهاز رائع لما بيواظب الشخص على ان هو يعمل جلسات ديرما بان، جلسه كل شهر ولا كل شهرين، ويبقى بيستخدم الديرمارال في البيت مثلا كل اسبوعين، البشره بتختلف خلال شهرين ثلاثه بيبقى حاجه ثانيه خالص. خلينا نروح لسؤال مهم قوي بقى، من يعالج الغمقان والمشكلات التصبغيه بدون اجراء فحوصات او تحاليل؟ ده متهم عاده حيث. يعني هو التصبغات انت هتعالجها بس في بعض الاحيان بيبقى التصبغات دي ليها اسباب اخرى انا لازم ادور عليها. في تصبغات ممكن تبقى بسبب امراض غدد في الغدد، في تصبغات بتبقى بسبب ادويه، ولكن يعني كده كده لازم هعالج التصبغ، فهو ما يبقاش متهم بنسبه كبيره. هو بيحاول يساعد دايما المريض اللي داخل لنا او دكتور ايمن، هو داخل متضايق من الشكل الخارجي، اوكي؟ احنا مع علاجنا للشكل الخارجي لازم بندور دايما على ايه السبب. مش هينفع بس ان انا ابقى بعالج بس، هبتدي اعالج، هبتدي طبعا اعمل اي اجراء يحسن له شويه من التصبغ اللي موجود، وابتدي معاه ادور ممكن يكون ايه السبب. زي لما بنيجي نعالج تساقط الشعر، لا اما هنعمل ميزوثيرابي او بي ار بي، ما بدخلش المريض واعمل له بي ار بي على طول او ميزوثيرابي على طول، لا بطلب منه
يعمل اجراءات وفحوصات وادور ندور ايه السبب اللي ممكن يكون خلى يحصل التساقط ده. فمفيش اي عيب ان احنا نبتدي نعالج مع ان احنا بندور على الاسباب. اكتر مجال للنضارة فيه يعني اكتر منطقة ممكن تشد الناس لاوهام الوصفات، الكلام بتاع اسأل مجرب، اصحاب مع بعض، تلاقي موقع كده يقول لك ايه موقع افضل الوصفات والروشتات. لا ده اللطيف كمان بقى، سيبك من الوصفات الطبية، ده بيقولك بتركيبة ثلاث كريمات كلهم كورتيزون. يا سلام، وقاعده بقى ماشي عليه بقى لها غمس اللحمه باللحمه جايه، اصل انا ابتدت تطلع حبوب، والحبوب بقى بتبقى حبوب اللي وش مليان حبوب، كورتيزون زائد كورتيزون زائد كورتيزون وكده، اصل انا وشي ما تعرفش ان وشي بينور كده، عارف هي تقول بيحمر كل ما طبعا بيحمر الجلد الجلد بيموت، بتموت الجلد. تعال نشوف مع بعض بقى الجزء الثالث، الجزء الثالث المهم جدا، الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ عدم ازاله الميك اب كارثه. هذا لسه اللي قايلينه ده اكيد ده يقين 100%. بيناموا بيه ويصحوا بيه وتقعد بيه طول اليوم بره البيت، درجه ان في بنات في الجامعه والمدارس بيحطوا ميك اب، بشرتهم بتبقى على سن ال 20 22 مليانه مسام واسعه، مليانه حبوب، مليانه تجاعيد خفيفه بسبب الميك اب. الميك اب سم للجلد. الميك اب حضرتك هتحطيه لمناسبه، لو هو شغلك محتاج ميك اب زي المذيعات او الممثلات بتمنى بطلب منهم ممكن نحط ندهن اي كريم بيز عشان نحافظ على الجلد مرطب، بيز للميك اب عشان نحافظ. في كريمات موجوده في السوق للكلام ده مناسبه جدا لان انت تحطي عليها ميك اب تحافظي على بشرتك من الميك اب. ولو سمحتي او لو سمحت على طول بعد التصوير نمسح الميك اب تماما تماما بالمزيلات المناسبه لبشره حضرتك. لا بص انا عايز اتوجه معلش انا اسف بليز حته كده يعني هقولها مهمه قوي. مذيعة بنت تحط ميك اب يعني ده مقبول ومفهوم. اي مذيع رجل يحط ميك اب ده كارثه كبيره جدا. اولا الميك اب مش هيخليك شكلك افضل خالص خالص خالص. ثانيا هيضرك ضرر خطير جدا بقى يعني البنت وخصوصا احنا كرجاله ما عندناش دقه ازاله اي حاجه من على الوش زي البنات. البنت ممكن تقعد ساعه تقعد تشيله تشيله لا هتدخل الميه تغسل وشك كده وخلاص زي الفل وهتدخل. لا طبعا الميك اب بيسد مسام، بيوسع المسام، بيزود الحبوب، بيزود لو واحده بتحط ميك اب وبتنزل في الشمس او حتى المذيعات وبالذات الاضاءه القويه دي بيحصل حساسيه عنيفه جدا على البشره وبتسرع من تاثر البشره بالضوء، فده يسرع من عجز او شيخوخه البشره. فالله يكون في العون يعني. ده بيقولوا لي ان في رجاله بتصور على الانستجرام وهي بتحط ميك اب، بس دول مش رجاله دول شفناهم يعني بيعملوا سيشنز يعني. هي بقت في مدارس بقى في لا في حته اللي هو الحركه اللي هي بتاعت ان الراجل اللي بيوري انه زي الميك اب بيغير الشكل لدرجه انه يخلي الراجل يبان ست يعني. لا دي حاجه بتبقى فاني كده يعني بالظبط. لا في مدارس بوروا لنا النبي انا نشوف الكوارث رجاله كده اخر زمن ربنا يسترها. طيب تعالى بقى نسال سؤال حلو قوي. يعتقد انه مفيش فرق بين الديرما بينه والديرما رولر غير انه كل واحد مناسب لمكان معين، الكلام ده صح؟ يعني شك لان الديرما بينه والديرما رولر هم قائمين على نفس الكونسبت نفس المبدا اللي هو ايه؟ اللي هو المايكرو تشانلز او القنوات الميكروسكوبيه اللي من حواليها الجلد بيبتدي يعيد بناء نفسه، والشكشكه اللي بتعملها الديرما بين او الديرما رول دي بتحفز تقويه الكولاجين اللي في الجلد. رائع. انا عن نفسي ودكاتره كتير في اوروبا وامريكا لما قعدنا معاهم هم لحد دلوقتي ما بيستغنوش عن الديرما بان والديرما رول في وجود الفراكشنال ليزر. الناس بتستخدمهم في نفس جلسه الفراكشنال ليزر، حضرتك متخيل؟ بس الفرق بقى ان الديرما بان
احنا بنستخدمها في العياده بقدر اتحكم في العمق بتاع السنون، السنون هتوصل لاني عمق في الجلد، اقدر انا هعرف اعالج، عايز اعالج التجاعيد الخفيفه او الغمقان اللي تحت العين، اعمل شويه نضاره لتحت العين هشتغل، وفي نفس الجلسه هعمل الخدود وهعمل الشفايف وهعمل الرقبه والايدين. فدي لطيفه. الديرمارول فيها ميزه حلوه قوي، هي العجله اللي فيها سنون، موضوع سهل جدا، من المريض بيتعلم ازاي يستخدمها، تاخدها معاها البيت تستخدمها كل اسبوعين، وتفتح عليها ايفن حتى كبسولتين فيتامين اي. رائعه رائعه، يعني في قمه السهوله والسلاسه، بقمه باحلى النتائج، فاهمني؟ يعني بتوصل لنتائج مذهله في اعاده النضاره والحفاظ على البشره من الشيخوخه بطريقه سهله جدا، وزي ما قلنا رخيصه جدا، مش مكلفه خالص خالص، وما بتاخدش وقت. يعني الاجراء ده هتعمله كل اسبوعين في البيت قدام المرايه دقيقتين وخلاص. انا سعيد جدا بالحوار معك، دائما ممتع ودائما متنوع، وعندك الطاقه الايجابيه الرائعه في شرح المعلومه، ده شيء بتنفرد او بينفرد بيدك كتير من دكاتره الجلديه في البرانش ده، عايز طاقه ايجابيه لانك انت بتعامل مع ناس مهمله لوحده من البرانشات الهامه جدا، الجلد مهمل في مصر، لكن احنا بنحاول بالثقافه اللي احنا بنقدمها وبالاداء اللي انت بتقدمه لنا نرفع هذه الثقافه ونشيل هذا الاهمال. نورتنا دكتور. ميرسي. كالعاده ابدع طبعا دكتور يحيى حشيش، واحد من الرائعين في مجال الجلديه، كان مبدعا في الناس الحلوه. خليكم معنا الناس الحلوه. في دكاتره في الفيلد دلوقتي موجودين عندهم رول، قبل ما يمد ايده على الضرس يعمل فيه اي حاجه يعمل عليه جذور. زراعه جميله، خلاص انا عندي ضرس مصاب، خلاص شيله وازرع مكانه، ايه المشكله؟ ما ينفعش، خلقت ربنا مفيش حاجه تضاهيها ابدا في الدنيا كلها. الماده المستخدمه هي كور النجاح، سر النجاح في التركيب. الزراعه في اي حاله ما تزيدش عن 10 دقائق، انا دايما بحب احط كل حاجه في مكانها. الدكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه طب القصر العيني، ماجستير جراحه الفم والاسنان كليه الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان جامعه سيفيا، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحين الاسنان. اهلا بكم. طب الاسنان او الاسنان اهتمام الانسان بيها قديم قدم الازل. انا من الناس اللي بتحب التاريخ جدا، بس التاريخ السحيق قوي دوت تاريخ مثير جدا، وفي جزء كمان يدل على ان فطره الانسان انه يهتم باسنانه، فطره الانسان انه يشوف اسنانه حلوه. تخيلوا في من 2500 سنه، 2500 سنه كانت الحضاره بتهتم بالاسنان. في حضاره اسمها حضاره المايا القديمه كانت عندهم اجهزه وعندهم ادوات لاهتمام بالاسنان بتاعتهم بشكل متقدم للغايه في الوقت ده. كانوا بيحطوا كمان احجار كريمه، مجوهرات في اسنانهم، وده موجود في الموميات الموجوده في العالم كله. الموميات بتاعتهم لقوا ان هم عندهم الاسنان محافظين جدا على ترصها، وكل ما كان مستوى المالي بتاع انسان اغنى واغلى في القبيله دي كل ما يحط مجوهرات اقيم واكتر. طبعا ادوات بتاعت الاسنان زمان كانت عجيبه وقويه وغريبه زي ما انتم شايفين كده، يعني ما لهاش مقارنه بالادوات الحديثه خالص. النهارده لازم فريق الاعداد يجهز لنا الادوات الحديثه. تخيلوا ده كرسي الاسنان زمان، زمان زمان قوي، يعني ده مثلا يمكن في اوائل القرن اللي فات. دلوقتي كرسي الاسنان كانه يعني كبسوله متحركه، انا ما اعرفش ده ايه، اكيد ده بتاع الخلع. طبعا دلوقتي الموضوع مختلف تماما. تخيلوا زمان فعلا كان حق الناس انها تخاف من دكتور الاسنان، لو هيمسك بالزراديه زي دي ولا بمنشار زي دوت ولا بالبتاع الاولاني دوت ولا ده يعني واضح ان هي اله كمان غاليه، يعني واضح انها اله
حادة غالية لها ماركة يعني، حتى معرفش حد من لها ماركة. أدوات كتيرة أوي لو قعدنا لغاية آخر الليل النهاردة نقعد نتفرج على أدوات الأسنان أشبه بكائنات المتوحشة، كائنات اللي هي الديناصورات الإليانز الحاجات الفضائية. وسبحان الله هذه الأدوات كانت موجودة في زمانها، وكانت يعني دكتور الأسنان في الوقت ده برضو كان حد مهم قوي في المدينة أو حد مهم قوي في القبيلة، كان ما كانش اسمه دكتور أسنان بقى المسؤول عن تثبيت الأسنان يعني. النهاردة حوارنا بقى مش مع الأقدم، مع الأحدث، وإحنا بنتكلم النهاردة مع الأحدث لازم نفهم الفينير وصلت لإيه، الزراعة وصلت لإيه، يعني ايه ترابيش تقدمت بالشكل اللي متقدمه بيه دلوقتي، ازاي الليزر لعب دور مهم جدا. النهارده حوارنا مع الاحدث، ضيفتي العزيزه تمتلك هذه القدره المتميزه للغايه على الحديث عن الاحدث، لانها واحده من المتيمين بالاحدث، من الصانعين للاحدث. حقيقة بتبهرني بحديثها وبتسعدني جدا بأسلوبها الرائع جدا والقصصي، والنهاردة الأسلوب القصصي هياخد أسلوب علمي شوية لكن برضو أكيد هيغلب علينا الحكايات. ضيفتي هي ملكة حكايات الأسنان في هذا التوقيت، ضيفة العزيزة أستاذ دكتورة إسراء السعيد. أهلا بك دكتورة. أهلا دكتور أيمن. حلوة حلوة ملكة الحكايات. مشوقة. إيه رأيك في اللي إحنا عرضناه ده؟ تخيلي جميل. أه جميل ومشوق. وشفت الأدوات بإيد أبانوس وبتاع، عايز إنها فخمة برضه. فخمة برضه. طول عمر الأسنان ليها فخامة برضه. أيوه بس على فكرة فعلا موضوع الأسنان موجود من زمان، وزراعة الأسنان موجودة من أيام الفراعنة. أنا كنت جبت شوية 2500 سنة و 6000 سنة و5000 عاملين نوع من أنواع الأخشاب اللي بتمتص ازاي، بيقول لك الخشب اللي بيطلع ريحة، الخشب اللي مش عارف اللي بيعمل ايه. وعاملينها زراعة وعاملين حديد ومعديين ما بين الأسنان مربطينها وحاطين فيه الخرز اللي هو البلومارين، حاطين حاجات حقيقي غريبة جدا. فوضع موضوع الزراعة دوت حقيقي موجود من أيام الفراعنة. الله. طب تعالي نشوف الأحدث النهاردة بقى. عايز أكلمك النهاردة الاول سؤال علمي كده في الاول، طب الاسنان التجميل اللي هو شوف انا خدتك بقى من ابعد القديم الى احدث الحديث، صح كده؟ تمام. ايه طب الاسنان التجميلي دلوقتي؟ طب الاسنان التجميلي هو باختصار وموضوعه بسيط جدا، ان احنا بنوصل لدرجه التجميل او ان احنا يكون شكلنا جميل. هو ده المحور بتاع طب تجميل الاسنان كله. نعمل ايه؟ يعني هتيجي تقول مثلا تقويم، ده تجميل ولا لا؟ اه طبعا تجميل، بس انت ممكن تعمل حاجة وما تطلعش زي ما المريض عايز، ممكن ما توصلش لمرحلة التجميل اللي هو عايز يوصلها. نتكلم مثلا في التبييض، التبييض دوت مراحله ايه؟ والعيان دوت هيقدر يوصل للتبييض ولا لا؟ ابتسامة هوليود اللي الناس كلها بتتكلم عنها، على فكرة هي بتلط. كل الناس تيجي تقول لك ابتسامة هوليود، ويجي يبعتوا لي اسئله ويجي يسال مين قال لك ابتسامة هوليود دي خلاص بطلت؟ ما عادش في ابتسامة هوليود. ابتسامة هوليود دي عباره عن زي طقم اسنان متحرك بيتحط فوق الاسنان، يغير لونها، يغير حجمها، يقفل فراغ، يعوض سنه مش موجوده. طب حضرتك تعرف ان 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 هوليود سمايل دي ما بتتلبس وبتتاكلش، ما تلبسها طول الوقت وما بتتاكلش عليها؟ يعني ايه قيمه ان انت يعني يمكن الكونتاكت لينسز اللي بتتلبس مثلا الملاوين بنلبسها في الافراح او وات ايفر مفيده عنها، لانك هتمارس حياتك باللينسز ديت لمده كذا ساعه. لا ده من كاره اللينسز دي، ده بشرب فيها على طول، طول عيون هيزعلوا مننا. بس ممكن تعيش حياتك باللينسز. بس ما ينفعش اقول لك لا، هو هي حل بس مش حل مدمر، يعني حل بالزبط. ممكن يكون مؤقت ليها مخاطرها، لكن بتاعه هوليود سمايل دي ملهاش اي زي ما بيقولوا ملهاش اي حسنات. يعني ده اتعزمت في فرح وعامل هوليود سمايل ودافع فيها مبلغ قد كده واتعرض عليك اكل ما ينفعش تاكل. الهوليود سمايل اللي هي بتاع التركيبه اللي بتحط في السنان ده، هو ده الهوليود سمايل. اللي هي نزل عليها موديفيكيشن، اللي هي بقى حفر حته منها، هي زي الطقم كده، حفر حته منها اللي هي الاسطح اللي بناكل عليها علشان تعرف تاكل حاجات سوفت. طب افرض وانت بتاكل حاجه مش سوفت قوي اتكسر، هتقوم ازاي بعد ما انت اسنانك بيضه ومتراصه؟ الناس تتفاجئ ان اللي قدامها دوت عنده اسنان مخلوعه ومكسره ولونها اسود. لا انا شايف انه محرج جدا طبعا. وما ينفعش تروح مكان تقول لهم مش هاكل ومش هشرب، او طول ما انت لابسها افرض مثلا واحده بتقابل خطيبها هيقعد اربع خمس ساعات لا اكل ولا شرب. طب افرض جالها كل يوم نفس النظام، ما مش منطقي، الكلام مش منطقي. هوليود سمايل بطلت ليه؟ عشان المشكله دي. لا وبعدين افرض جالها في وقت هي الهوليود سمايل مش معاها، مش محطوطه، تقوم بقى مطلعه ولابسه مش جميله. هوليود سمايل بطلت، فتحت الباب بقى ازيك بالظبط كده بالظبط. لا لا هو الانسب عندي برد. يعني ايه يعني انا عندي برد؟ انا عندي برد قوي بس كده. هيبان من ورا بقها من ايديه. فطبعا هوليود ده التجميل بقى، ازاي توصل لاكتر حاجه جميله ديورابل.
وتقدر تتعامل بيها طبيعي. ما ينفعش حاجه تبقى مؤقته، ما ينفعش حاجه اقول لك بعد شهر هتستغنى عنها، ما ينفعش اقول لك ده التايم بتاعها كذا. الحاجه المستمره هي الصح. ايه المشاكل الشائعه اللي انت بتواجهها دلوقتي في التجميل الاسنان؟ الحمد لله انا ما عنديش مشاكل. لا اللي بيقول لك بيها عايزين تعمل مشاكل يعني الكومبلينز بتاعت المشكله. يعني ممكن نقول اكتر كومبلين الناس كلها بتتكلم فيها لون الاسنان. اللون يا اما بيقول لك لونها مضايقني، الحفر اللي فيها مضايقاني، ما هي برضه بترجع للون. ترجع مثلا يقول لك السنه اللي مش موجوده دي مضايقاني. اي حاجه ريليتد للمظهر يعني تيجي. ورجاله على فكره مش لازم ستات، يقول لك انا مثلا عندي فرح قريب بتاع حد يهمني، مش قادر اقابل الناس بالشكل ده، لون سناني وحش قوي. هو بقى ما ترجمش ان دي سنان مسوسه، ما ترجمش ان السنان ديت لازم تتركب. ما ينفعش برضه يبقى واحد عنده سنه او سنه لا، سنه او سنه لا، وتقول لي انا عايز افتح اللي موجود. لا انت عايز تركب. يعني المشكله بيبقى المريض عايز حاجه بس هو مش عارف يقولها لانه هو مش دكتور. دي اكبر مشكله او اكبر كومبلين الناس بتيجي تقولها. ساعتها بقى انا بنصحه هنعمل تجميل لثه ولا نعمل تجميل اسنان، هنقدر ان احنا نزرع ولا طبعا على حسب الوقت ولا حسب نوع العظم وكده، هنقدر نزرع ولا هنركب تركيبه ثابته. انا بقى انصحه ازاي نوصل لاكتر شكل جميل مرضي في اقل وقت. الفينير انا شايفه مظلوم لغايه دلوقتي، الناس مش فاهماه، الناس مش عارفه تستوعب قيمته، في ناس مستهونه بيه قوي، في ناس زي ما تقولي مندفع له قوي. ايه الفينير؟ انا كل ما تسالي السؤال ده لا يعني انا كلامي صح يعني، انا حاسس بكده وانا بعيد عنكم. والناس ملخبطه ما بينه وما بين حاجات تانية. ايوه بالظبط، ما بينه وما بين الترابيش، ما بينه وما بين اللامينتس، ما بينه وما بين التركيبات. الناس دايما يعني عارف ايه، في يعني هيزيتيتد في الموضوع دوت. الفينير اولا لازم تكون السنه موجوده. ما ينفعش نقول فينير لسنه مش موجوده، ولازم يبقى الاسطح بتاعتها كامله او مفقود جزء منها، بس مش ما ينفعش كل الاسطح مش موجوده. يعني ما ينفعش تقول لي جدر، ما ينفعش. ده عباره عن تخشين للسنه او برد بسيط بيبقى في حدود 0.3 ل 0.5، يعني ربع ملي او نص ملي برد من السطح الامامي، واحيانا بنقلل عن كده كمان. يعني بطريقه بسيطه بنخشن خلاص، وبنصوره كات كام 3D بجهاز معين اللي هو الساك، اللي هو احدث جهاز في العالم المتخصص في الموضوع دوت، وبنقوم حاطين ومصورين وعاملين ديزاين وعاملين فينيرز. في ناس تتلخبط يعني الحاله دي جايه تعمل فينيرز، في حاجه اسمها مش موجوده اصلا، هنعمل فينيرز ده. بس الليفل بتاع السنه اللي فوق اللي في اليمين مش علاقه فوق، الليفل بتاعها غير الليفل السنه اللي جنبها. دي تعمل دي لازم تدخل في كراون يعني طربوش، ما ينفعش دي تتكلم في فينير. الحاله دي جايه مين اللي تعمل فينيرز؟ طبعا دي مش حاله فينيرز. لازم الاول نوضح لها ان السنه المفقوده دي لازم تتزرع. السنه اللي متشعلقه فوق ديت لازم مستوى اللثه يتظبط، لازم تبقى زيها زي اللي جنبها، ما ينفعش ده ليفل وده ليفل. لازم نعمل تجميل في اللثه نفسها علشان يبقى في تناسق في اللون وفي المسافه وفي كل التفاصيل بتاعتها. في حاجات تتزرع زي اللي في اليمين المفقوده، في حاجات تركب لها كراونز. يعني مثلا في النص اليمين هي اوريدي جايب كراونز بس مكسره، ما ينفعش الحاله دي تتقلب لفينير، ما ينفعش. لازم الفينير يكون في اسطح نسند عليها. زي ورق الحيطه، هتحط ورق الحيطه على من غير حيطه؟ ما بقاش ورق حيطه، بقى ستاره بقى، موضوع تاني خالص، واخد بالك؟ هو كده الدياجنوزز بتاعه بقى حاجه تانيه. الحاله ديت كانت عايزه تعمل فينيرز، احنا عملنا لها حاجات تانية، عملنا لها زراعه وعملنا لها بريدج وعملنا لها كراونز سوري. قدرنا ان احنا نوصل لنتيجه تجميليه مرضيه حلوه جدا، راضيه عنها جدا في وقت مش كبير خالص. تحضير الفينير بياخد قد ايه؟ لا ولا حاجه. ولا حاجه؟ لا ولا حاجه. بس برضو فينير للناس بتاخد الكلمه دي تقول لك انا ايه بالظبط الكلمه بتاعت الزراعه 10 دقائق. يجي واحد مثلا هيزرع عظم وهيعمل اوبن ساينس ليفتنج، يعني هيعمل رفع للجيب الانفي المفتوح اللي هو بنفتح الخد من جوه خالص ونرفع، يقولك انت قلتي 10 دقائق. اي فاهم 10 دقائق الزراع الستريت فورورد. زي برضو الفينير، الفينير دوت لو ستريت فورورد هو فينير مش هياخد 10 دقائق فعلا، اقل كمان. بس لما يكون بقى هنعمل علاج جذور وهنعمل طربوش، هنشتغل في اللثه، هنشتغل، لا طبعا مش 10 دقائق، لازم هياخد وقته. انا مش بفكر في وقت الجلسه قد ايه، انا ما بفكر هسلم في وقت قد ايه وانا هسلم ايه. يعني الحمد لله انا ما عنديش مريض دخل لي اشتكى ان الشغل وحش خالص، نيفر، ما حصلتش، ان شاء الله مش هتحصل. العضه المعكوسه هل فينير يقدر يصلحها؟ انت عارفه العضه المعكوسه؟ بص هو على الكتب ما ينفعش، بس عليا انا
نفع بزي. وعملتها كذا مره يعني مثلا عندي واحده حبيبه قلبي حاجه وستين سنه عضه معكوسه وفي سنان مش موجوده مفقوده ونفسيه مش متقبله التقويم ومش هيجيب نتيجه دخلنا في هشاشه عظام ودخلنا في فيل مش هينفعنا ان احنا نتكلم في تقويم وفعلا نفسها فعلا نفسها تغير لون وشكل سنانها هقول لها لا ليه هو على الكتب مستحيل بس فيها تكنيك وفيها اكسبيرينس وتالنت جامد مني ومن الستاف بتاعي ازاي تحول حاله عضه معكوسه تعمل لها فينيز وتعمل ما صلحناش العضه المعكوسه على فكره بس ربناها لكن شكل السنان ما بقاش يعني ممكن يصلح ولكن مش في الحاله العميقه قوي يعني هوريك حالات عميقه جدا كلاس 3 رهيب عضه معكوسه نشرح للناس يعني ايه عضه معكوسه الدقن يعني الفك السفلي متقدم عن الفك العلوي يعني الفك العلوي انفولفد جوه الفك السفلي يعني ده كده وده جوه كده واخد بالك زي كلنا الشمسيه كلنا بنعمل العضه المعكوسه دي لما نكون متضايقين قوي لما يكون واحد مثلا قرفان من حاجه قلت لنا كلنا بنعمل يعني مثلا ايه يعني انت بتشجع فريق مثلا وفريق جاب لك شلل تلاقي في اخر الجول واخر دقيقه دخل فيك جول عضه معكوسه عادي هتعمل ايه؟ اي فريق يعني انا مش قصدي حد تيجي بقى اظبط لك العضه مش برمي الكلام على حد والله انا قصدي على اي بتشجع مانشستر يونايتد بتشجع ليفربول بلاش ما نغلطش في حد مش بلاش ليفربول عشان محمد صلاح حبيبي بس بتشجع برشلونه يلا ان شاء الله يبقى قلبه بتجيلي بقى انا اصلح العضه المعكوسه شوف انا ما بتكلمش بقى على كاس العالم خالص بتكلمش في الكوره لان النهارده كل شويه اتكلم في الكوره لان في على فكره هيجي لك ناس كتير من كتر الكز على اسنانهم في التشجيع كسروا اسنانهم انتوا هتشتغلوا كويس بس شويه كده بس اه كاس العالم لا ما اعتقدش هيجوا دلوقتي يعني ممكن لكن اذا حتى اللي عندهم عضه معكوسه يمكن ان يستفيدوا من شكل الفيل بس برضو كل حاجه مش لازم تبقى ماشيه برول في ناس بتطلع بره الرول زي ما انا بقول لك حاجه ب60 سنه ازاي هنتكلم في تقويم وعايزين نعمل الموضوع سريع لا خلاص انا حليت لها القصه من حيث اللون من حيث تاكل الاسنان من حيث الشكل رائع لكن مش هقدر اصلح العضه المعكوسه في بعض الحالات مش هقدر اصلحها بالفينيس عظيم هنتخل بقى الحوار النهارده انا مستمتع بيه جدا لانه حوار متسلسل يعني احنا ماشيين كده ايه ستيب باي ستيب الناس هتستفيد جدا من الحوار بتاعنا النهارده قوي ان شاء الله الطربوش عايزك تعرفيني ايه هو الطربوش شوفي وتقولي لي ايه الفرق بينه وبين الفينير وتقولي لي مين اللي هيستفيد من الفينير والطربوش ثلاثه في واحد اوكي الفينير شرحناه اللي هو بنبرد سطح السن الخارجي اقل من ربع ملي او ربع ملي تمام الطربوش بنبرد كل الاسطح الاسنان بـ 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 بعمق اكبر شويه علشان نركب طربوش يرجع لنا الحجم الطبيعي للسنه ان لو السنه ديت حطت الفينير او الطربوش على نفس حجمها هتبقى ضعف حجمها واخد بالك فلازم نبرد بمقدار الكراون اللي هيتحط كراون يعني كومبليت كفرج يعني تغطيه كامله كانوا زمان بيسموه تاج او طربوش هو ده الكراون اللي هو كومبليت كفرج خلاص مين ينفع له ده ومين ينفع له ده سهل قوي اي تعامل مع عصب السنه ده كراون اي سنه بيور ما فيهاش مشاكل دي فينير حتى لو فيها حشو برضه فينير ممكن نلف الفينير ياخد معانا الحشوه والتسوس ونقفل عليه ويبقى عندنا برضه السطح الخلفي فري ده الفرق ما بينهم مين اللي بيسمح له دي اكسبيرينس دي خبره سنين دي موضوع العيان مش عارف يحكمها بس دي خبره سنين اي تعامل مع العصب ده كراون بس ده اختصار الحاله كلها لو احنا بصينا برضو يعني هل يعني مفيش حد يفضل يعني مفيش حاجه افضل من حاجه كل ده له استخدام وده له استخدام بالظبط مفيش حاجه اسمها انا جاي اعمل فينير على كل الاسنان زي الحاله اللي فاتت فينير فين ما ينفعش ما ينفعش احط يعني ناس تقول لك ايه بلاش ازرع واحط فينير او احط طربوش ماشي يا فندم السنه نفسها مش موجوده يعني فين الدعامه او فين العمود اللي هرفع عليه عماره مفيش يعني مثلا حاله زي ديت الحاله ديت جايه تعمل فينير لو تاخد بالك تحت عندنا ثلاث اسنان متركبين كراونز في مكان تاني كل مشكلتها انها عايزه تقفل الفراغات وعايزه تركب فينيرز مستحيل تركب الحاله كلها فينيرز ليه اوريدي عندنا اسنان مبروده تحت
هتركز فينير ازاي؟ يعني ازاي يبقى سنها يعني استنى مبروده وانا اقوم لازقلها وش من بره؟ طب والباقي؟ ما فيش حاجه اسمها كده. يبقى اللي مبرود هيتعمل كراون تاني. المسافات قدرنا نظبط المسافات، قدرنا نظبط خط النص، قدرنا نظبط الشكل، نقفل الفراغات، نظبط خط اللثه، ودي عامله عمليه تجميل في اللثه على فكره فوق وتحت عشان تظبط التناسق بتاع اللثه، لان مكان الفراغات اللثه كانت نازله اكتر من اللازم، فدي لازم تترفع لفوق عشان يتحط، يبقى بعد ما نسلم تبقى كومبليتلي متناسق. دي فيها اكسبيرينس كبيره من الدكتور اللي شغال ومني انا اللي بشخص الحاله وانا اللي بقوم بخطه العلاج وانا اللي بشرف على كل الخطوات والاستلام بتاعها. ايه مشكلتها؟ انا اتوقع لك الحدث اللي هيحصل وحله قبل ما يحصل. يعني الحاله دي لو جيت اشتغلت في نيغ على الوضع ده اللسه دي هتبقى في حتت عاليه وفي حتت واطيه. يجي المريض يقول انا عملت فينيرز وعملت وانا مش راضي بالنتيجه، في حاجه مضايقاني بس انا مش عارف ايه هي. كل اللي حاسس بيه مش مبسوط. طب انا اقول لك مش مبسوط ليه؟ عشان خط اللسه مش مظبوط، عشان في عدم تناسق في خط اللسه. اللسه لو ما ادتش فستون لايك كده، يعني تبقى شكل الفستونات، العيان ما يبقاش مرتاح. الفستون اللي هو قبه يعني زي القبة والحته النازله بين السنتين. الفستونز دي هي اللي بتدي الجمال. طول ما الفستونز دي مش موجوده مش هيحصل. طب لما عندك فراغ، الفستونه بتاعت اللثه نازله في الفراغ، هتيجي تركب فينير على الوضع ده هتعصر اللثه، مش هينفع. لازم تتقص ليزر الاول وتدي الشكل وتحط عليها الفينير. اوكي، بص يا راجل، الحته بقى هروح معاك الحته زي ما بقول شائكه ورخمه شويه. لما اكلمك عن التركيبات نفسها، انواع الطرابيش كانواع ماتيريال بقى، ليه ما بتحبوش تتكلموا على الماتيريالز كتير؟ ليه نتكلم ليه؟ اصلها عيله بس بنتكلم عادي. في حساسيه فيها ولا انتوا كله بيته بتشتغلوا في كل انواع الماتيريال؟ لا بالظبط. انا لو سالتك قول لي ايه انواع الموبايلات التاتش اللي نزلت السوق في خلال ال 10 سنين اللي فاتت، هتعرف ترد على السؤال ده؟ لا، سؤال صعب. هو ده السؤال الصعب. ليه؟ اولا عندنا انواع كتير قوي. في حاجات اسمها بي اف ام، يعني فيها تحتها معدن متغطي بورسلين. المعدن ده انواع وماركات. البورسلين اللي فوقها انواع وماركات. حضرتك انت بقى عايز تسالني في ايه؟ ده له 21 نوع. هرد عليك في ايه؟ كل اللي اقدر اقوله لك ان انا بستخدم، ان انا بتعامل مع كل حاجه الماني، ودي افخم حاجه عندنا في طب الاسنان. الماني، وكل حاجه اجود حاجه على الاطلاق. يجي واحد يقول لك ايه؟ طب انت بتعملي مثلا الكراون باكس، غيري بيعمله بنص اكس، ليه؟ ده حاجه وده حاجه. يعني انا لسه كان عندي مريض بيكلمني في نفس الموضوع، قلت له في فرق بين ان انت تروح تشتري بي ام، فرق بتشتري توك توك، الاثنين بيمشوا والاثنين بيوصلوا، بس ده حاجه ده حاجه، ما ينفعش المقارنه. الزيركون، الزيركون نفسه جواه انواع، بس انت عندك بيك تايتل، هو ما فيهوش معدن داخلي. الاي ماكس انواع، الامبرس انواع، ديناميك انواع، كل دي انواع واسعار وقصص. لكن لما بيجي لي مريض انا بختصر له القصه دي في نوعين او ثلاثه فقط. ازاي؟ ليه هشرح لك نوع هو مش مناسب ليك اصلا؟ يعني مثلا الاي ماكس ما بيتعملش في الضروس الخلفيه، هشرحه لك ليه؟ فانا بقول لك مثلا المناسب ليك كذا وكذا. يجي الناس تسالني قولوا لنا الطربوش بكام؟ اني طربوش؟ الطربوش عايز اطلبه على ضرس دروسي رقمه كام؟ ما هو عندك احمال بتتغير على حسب استنان. بعد السكس انت كده في احمال عاليه، اللي هي الدروس الاساسيه في المضغ، ما بيركب لهاش اي ماكس، ركب لها زيركو. فهمتني؟ فتيجي عرفت بقى السؤال صعب ازاي؟ اني سنه؟ طيب يعني قدام ولا ورا؟ يعني هو سؤال صعب من الناحيه العلميه، مش صعب من ناحيه المجامله للشركات. لا، مجامله شركات ما عنديش. انا ليه حاجه واحده بس، انا بتكلم على فكره، انا بتكلم مش بتكلم مش بكلمك بس على انديفيديوال رياكشنز تجاه التركيب، انا بكلمك على جلوبال رياكشن. يعني انا اللي ملاحظه انه قليل قوي لما بيحصل، عشان ده سؤال صعب. زي ما اقول لك قول لي طب انت عارف انواع الموبايلات الموجوده كلها تقدر تحصرهم لي؟ مش هينفع. حتى اقول لك موبايلات التاتش انواعها ايه اللي نزلت في خلال 10 سنين؟ والله جاوبتيني بدون فعلا؟ اه والله. طب الحمد لله. بس انا برضو يعني ماشي، انا برضو يمكن عشان انا شكك بس اقتنعت. لكن واضح كمان انه الاجابه الدبلوماسيه مرضيه جدا، ان انتم ما عادش عندكم تعصب لنوع معين. انا ما بتعصبش لنوع ولا الشركه ولا بتعصب. انا بتعصب لحاجه واحده بس، اطلع الحاجه 10 من 10. يعني هتيجي تقول لي حطي لي في الضرس الرقم 7 او الضرس رقم 8 حطي لي عليه كراون
اي ماكس اقول لك ما ينفعش مش هينفع رغم ان اي ماكس اغلى حاجه ما ينفعش ليه هيتكسر لما يجي يتكسر طب ما انا ضربت نفسي في سمعتي عمري ما هضرب نفسي في سمعتي فلما تيجي تقولي هقول لك والله المتاح لحضرتك او المظبوط لحاله حضرتك هو 1 2 3 بس خلاص ما اقدرش اشرح لك 30 40 نوع تيجي تقولي اختار الارخص مش مناسب يعني هتيجي مثلا بنوته فرحها قريب اعمل لها حاجه بحروف معدن مستحيل فانا ما اعرضوش من الاول ده مش معنى كده ان انا بتارجت الحاجه الاغلى لا بتارجت الحاجه الانسب لان في كل الاوضاع لو انت ما عملتش ده دوت غيرك هيعمله انا مش بتارجت مكسب ولا بتارجت شركه انا بتارجت تطلع من عندي ما تعملش اي حاجه في سنك تاني 10 سنين هل بقى يعني دي الجايه دي قضيه برضو هل هناك صراع هل هناك منافسه كره ما بين قسم التقويم قسم التركيبات شفتي بقى اه طبعا يا شيخ احنا عندنا في طب الاسنان اقسام فعلا تلاقي ده متضايق من ده وده متضايق ده عايز ياخد الحالات كلها ناحيته وده عايز ياخد الحالات كلها ناحيته دلوقتي في صراع اكبر ما بين الزراعه والباريو الباريو اللي هو قسم العلاج اللثه القسمين دول دلوقتي بيتصارعوا كل بتيجي تروح تقول لي ده يقول لك اعمل كذا ده يقول لك لا اعمل انت كذا لايف لازم الناس يحصل ما بينهم مين الجايب بقى ايوه المريض يعني انا لسه كنت بحكي لك لما ست فاضله حاجه و60 سنه ورافضه التقويم لو قعدت اقنعها بالتقويم 10 سنين قادمه مش هتوافق برضه فالمريض هو الجايد وقت المريض هو الجايد ولكن انا عن نفسي بعمل حاجه ظريفه جدا بقول لحضرتك حاله تقويم اي حاجه غير كده هو خطا اختياري منك حك ما ينفعش تختار الاختيار الاخر هتيجي تقولي لا والله انا هختار الاختيار الغلط ودي رغبتي وهكتب لك كونسنت ان انا موافق اوكي بس مش هترجع تشتكي اوكي وبرده انت لو حسبتها بالعقل هل منطقي ان واحده حاجه و60 سنه هتركب جهاز تقويم على عضه معكوسه عضه معكوسه دي اكبر فورسز على العظم واكبر قوه نازله على الاربطه بتاعت الاسنان واطول وقت في العلاج هل برضه منطقي ان انت تركب لها جهاز يقعد 3 4 سنين قادمه؟ ولازم يبقى عندها شاشه عظم ولازم يكون داخله في سكر او مقربه، لازم يكون في فاكتورز ثانيه تديك فيلير فاكتورز وتشتغل لها؟ انا شايف ان قرارها صح ولكن لازم اعرض التقويم برضه، ما بتكون حابه التقويم. طيب انا عايز اسالك على رؤيتك للثه الان، هل نجحنا الى حد ما في زياده وعي الناس باللثه ولا لسه؟ لا لا ما نجحناش خالص. يا لهوي. اه والله. انا لسه كل لحد النهارده كل العيادين يجي يقول لك ايه طب سيبك من اللثه. صدقي بالله انا كنت بسال السؤال دوت وهتقولي لي مثلا نجحنا بنسبه طب انت عايز تقول ايه طيب؟ قول على لا ما تقولش الحقيقه خلاص. لسه الناس مش عارفه اللثه مش مهتمه. خالص وشايفه انها رفاهيات. احكي لي بقى. رغم ان انا اكتر واحده اقول دي الشاسيه اللي شايل السنان لو الشاسيه باظ اللي شايله هيبوظ. دي اللثه. اللثه ما ينفعش. انتوا عارفين يعني ايه اللثه الاول؟ دي اللثه يمكن اللثه بالسي عشان الناس بتكتب لي بالسين اللثه يا جماعه لما يكون اللغه العربيه عندنا وصلت اصل الناس اللغه العربيه هو ايه القصه ان انت بدل ما تحشي اسنانك وتعمل تركيبات توفر مبلغ بسيط اللي هو اقل تكلفه على فكره عشان تعمل بيه علاج اللثه. اللثه دي في منتهى الاهميه دي الشاسيه اللي شايل دي الفريم اللي كل حاجه جواه. طب المنطق لما اللثه يدخل فيها اكل الاكل يعني مثلا اللثه لو لونها وحش قولي الفرق بين الصوره اللي فوق والصوره اللي تحت. الفرق مهول. تحس انها من السنان على فكره ما تعملش فيها حاجه. ما تعملش فيها حاجه برافو عليك. قفلتك. ليه؟ لثه. اللثه فعلا شكلها وحش. طب دي لما تيجي تتكلم طب انت عارف ان الحاله دي كانت جايه تعمل اصلا تكون عشان تقفل فراغات؟ انا اللي وجهتها ان انت مشكلتك مش فراغات بس فراغات وتوريد لثه توريد اللثه دوت عشان اجيب بيه النتيجه دي بستخدم احدث جهاز في العالم ليزر من غير نقطه دم اسرع ما يكون القصه دي كلها خالصه مثلا في 10 دقائق ربع ساعه انت عارف ان بعد ما عملنا التوريد اللثه المريضه قالت لا انا مش محتاجه اعمل تقويم انا ساتسفايد بالفراغات اللي في اسناني تخيل ان اللثه فرقت معاها 100% ازاي موضوع في منتهى الاهميه رغم ان هي كانت جايه تعمل تقويم وانا حاولت ان انا اوضح لها الموضوع دوت واستجابت معايا ووصلنا النتيجه اتفاجئت يعني انا كان كل البلان ان انا هعمل لها توريد وراها تقويم عملت التوريد قالت لي ساتسفايد انا مبسوطه مش عايزه تاني خلاص انا زي الفل وبالذات لما اتشجعت والقصه كلها ما خدتش ربع ساعه وطلعت بكالر مختلف تماما ابتسامه هلوت شرحناها
وقلنا ان ان, إن في فرق بقى بين ابتسامه يعني الولود بالمعنى المفروض يفهموه وبين اللي كان بيتعمل صح كده. ايه رايك يعني هل الناس برضو فاهمه ابتسامه الولود دلوقتي؟ ابتسامه هوليود هما فاهمين ان الفينيرز هي ابتسامه هوليود، عاملين خلط ما بين الداتا وبعضها. لا، ابتسامه هوليود حاجه وتكنيك والفينيرز حاجه وتكنيك. يعني ما ينفعش ان انت تقارن حاجه بحاجه تانية خالص، زي بالظبط اللي بيقارن مثلا العربيه بالبدله. هو ما فيش اصلا فيتشرز تقارن عليها. بس في حاجه برضو عشان موضوع اللثه دوت بجد لازم الناس تستوعبه اكتر من كده. حد يعرف ان اللثة ديت ايه اللي بيحصل فيها التهابات ليه؟ وبيحصل نسف وبيحصل تغيير في ريحة الفم، بيحصل لخلخة في الاسنان ليه؟ الغدد اللعابية بتطلع املاح. الاملاح دي بتترسب على اسطح الاسنان. اكبر غدة لعابية بتطلع هي الـ وراء اللسان، تحت اللسان، فبترسب على الاسطح الداخلية للاسنان الامامية. وفوق برضو الغدة الباروتيد كبيرة بترسب فوق على الأسطح بتاعت الأسنان المونرز، الدروس اللي وراء اللي فوق يمين وشمال. يحصل إيه؟ يحصل أملاح ديت تترسب وقت ما احنا نايمين أو في الوقت ما بناكلش فيه. احنا ما بنغسلش أسناننا، تفضل تفقد المية بتاعتها وتفضل تتحول تتكلس، يعني تنشف، تكتر تكتر تكتر، تدخل تحت اللثة، تدخل تحصل تفصل اللثة من الأسنان، تفضل تكمل تاكل العظم لأنها أملاح، دي أملاح ملح واحماض. اللي هي احماض جايه من طبقه البلاك اللي بتيجي من باقي الاكل. تلاقي ان السنان ابتدت تلخلخ، السنان تقع. الكاسه دي كانت كلها ليه؟ عشان احنا ما نظفناش الجير. تصور اللي عنده مشكله في القلب عدوه الجير، عشان البكتيريا بتعيش في الجير اللي هي اصلا بتعمل مشكله في صمامات القلب. طيب الصديد اللي في البول ممكن يجي من الجير. الناس اللي بتعمل تحاليل للكلى وتلاقي صديد في البول وي 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 وي، اول حاجه احنا كدكاتره نفكر فيها بقه العيان. يقول لك لا اروح انا الدكتور الكلى يعالج لي. طب ما انت ما شلتش السبب. الجير دوت موضوع فيتال، مش موضوع صغير، موضوع في منتهى الاهميه، فيتال للاسنان. مش هيموت البني ادم ولكن هياثر على الاسنان. احنا بالنسبه لنا الانسان هو اسنان. وانس ان السنه ماتت او اتخلعت احنا كده بقى فيتال بالنسبه لنا. ده موضوع الناس مش مدركاه. ايه المشكله تروح للدكتور مره في السنه؟ اعتقد ان الشعب المصري الثقافة المصرية لا في حتة الأملاح اللي بتاكل العظم دي. المفروض الأملاح الملح بياكل أي حاجة. وأقول لكم أكتر حاجة كانت بتفكر الناس بأن الملح بياكل أي حاجة، فيلم العار. فيلم العار الفلوس التكلة، مش الفلوس، المخدرات. في حد يسيب مخدرات في مية ملحي؟ صفية ولما قال له مين اللي ما عملتهاش في نايلون؟ قال له لا، قال له مين كان المسؤول عن الدفاش؟ قال له الدفاش وبتدفش. الدفاش هو في الاخر هو اللي ماتت في الاخر. لا كانت مش في الاخر، ده في نص الفيلم اللي انتحر في الاخر استاذ حسين فهمي. اه والله تصدق كانت شوفه الله يرحمه ده رؤى ماتت في اللي ما جابوا العجل من الملح. مش فاكر الافلام انا كويس برضه. الملح بياكل حتى الصفيحه بتاعه المخدرات. تخيل السنان مش صفيح. السنان مش صفيح، فالاملاح بتاعته بتاكل حتى العظم بتاعك. صح. فلازم على طول نهتم بالله. المرحلة بقى اللي قبل ما السنان تتلخلخ وتقع ايه؟ الدم، الالتهاب، الانتفاخ. كتير قوي قوي يقول لك اللثة على طول منفوخة، ولما المس حتى بايدي او اخبطها او انا بغسل سناني تنزل دم، عشان كده بطلت اغسل سناني. مقولة مشهورة جدا، بصحى من النوم الاقي دم على المخدة. كل ده ايه؟ مينلي جير. سيبك بقى ان احنا لازم نعمل تحاليل دم، ونقول مثلا نشوف ان كان في امراض في الدم، امراض في الكلى، امراض في الكلوتينج فاكتورز، امراض في في الدم. دخلنا بقى في قصص ثانيه، بس مينلي مينلي هيطلع جير. الابتسامه اللثويه قصه جماليه برضو ولا ليها بعد بيولوجي؟ لا هي قصه جماليه وليها بعد بيولوجي. القصه الجماليه اولا هو منظر مش جميل ان الواحد يضحك يبان كميه كبيره جدا من اللثه، بيبقى المنظر بتاعها زي مخيف. حط عليها بقى فاكتور تاني، لو العيانه ديت او المريض عنده بروز في الفك العلوي، انت متصور المنظر هيبقى مفزع. انت بتوصل ان انت بتشوف العروق وهي ماشيه، وبتشوف العظم والتقسيمه بتاعت الجذور بتاعت الاسنان، شكلها مش جميل. طب ليه الناس بتسيب نفسها بحاجه زي كده وتبقى متضايقه؟ ودايما عنده ابتسامه لثويه، يا بيضحك يحط ايده على شفايفه او على بقه، يا اما ما يحبش يضحك خالص. يعني في ناس كتير انا بشوفهم ما بييجوا يضحكوا يعملوا كده ابتسامه لثويه.
انت بتصر ان انت ما تقدرش تبتسم ولا تكلم اللي قدامك عشان خاطر ابتسامه نسوي، طب ليه ما نعالجهاش؟ طب ليه ما نعملش حاجه اسمها ليه بري بوزيشننج، اعاده لوضعيه الشفه؟ ليه ما نشوفش ما نشيلش السبب دوت خالص، نشوف ايه السبب بتاع الابتسامه نسوي نعالجه؟ امال ليه راح انش بوتكس؟ ليه ما نعملش اي تفاصيل؟ ده موضوع في منتهى الاهميه. يعني دي حاله ابتسامه نسويه معاها فروقات اسنان مع تغيير للون. طيب احنا وصلنا لنتيجه حلوه جدا. عملت ايه للابتسامه نسويه؟ عملنا عملنا قصينا جزء من اللثة وحطينا بوتوكس ونزلنا الشفة، ما شاء الله ده كده وهي بتضحك رائعة، يعني هي كده جايبة الماكسيمم بتاعها رائع، ما فيهاش اي مشكلة خالص. بس ليه يعني المريضة ديت اصلا في الاول وفي الاخر هي جاية متضايقة من شكل ابتسامتها بس مش عارفة ايه اللي مضايقها. ظبطنا كل حاجه، ركبنا فينيرز، وعلى فكره قفلنا فراغات، اللون بقى كله موحد، اللون لايق على وشها جدا، هي طالعه في منتهى السعاده. ودي عامله الكلام دوت قبل شم النسيم بيوم، وكانت عايزه عشان شم النسيم. حلو برضه ان الواحد يهتم بنفسه، وحتى لو فينتات مش مشكله، ما برضه يعني بيعمل موديفيشن لنفسه، ان هو يحفز نفسه. يعني عايز اروح للسلك والتكنولوجيا. التكنولوجيا الحديثه قدمت ايه لعالم التجميل الاسنان؟ جهاز السيرك او الكات كام عشان نبقى دقيقين، قدم ايه للتجميل؟ انا شايفه ان هو قدم 80% من التجميل. بمعنى الجمال عاده بيبقى في اللون بتاع اللثة وفي التركيبات او في الاديشنز اللي انت هتحطها، سواء تركيب سواء فينير سواء سواء سواء. لما انا اقدر اعمل كل حاجه فروم اي تو زي بجهاز واحد، يبقى انا كده عملت قد ايه؟ 80% من التجميل. في حاجات تانية بقى بتدخل فيها التجميل، بقى ليزر بيدخل، بقى الزراعه في التجميل، ده مواضيع تانية خالص. لكن بالنسبه للاجهزه الحديثه طبعا 80%. يعني اكتر شيء ممتع ان انت تيجي وتقعد وتشتغل ساعه اتنين، تمشي تقعد. في ناس على فكره بتطلب تشوف الديزاين قبل ما احنا نخرطه، قبل ما نخلصه يقول لك اقول وريهوني عشان مطمن، يجي يشوف الديزاين، علم لي على ده، طول لي ده، قصر لي ده، طب حاسس بايه؟ طب يفضل يظبط معانا، اوكي ويل اخرط تعالى استلم بكره مثلا او بعده على حسب الظروف بتاعته وبتاعتنا. يعني حاله زي كده اولا هي عندها بروز، عندها استطاله مبالغ فيها في الاسنان، يعني اسنان طويله اكتر من اللازم. لون الاسنان ناحيه اللثه غير لون الاسنان الحافه بتاعت الاسنان. انا شايفه ان احنا وصلنا لنتيجه مرضيه جدا. ولون حلو ويومين ولايق عليها جدا ورائع. بمناسبه اللون، تبييض الاسنان برضو من الحاجات اللي لوقت ما كتير من الناس كانت بتكلمني تقول انا رايح لدكتور الاسنان انا مش عايز اي حاجه اعملها غير ان ابيض اسناني. انا مش عايز اعمل اي حاجه غير ان ابيض اسناني. التبييض فين دلوقتي من طب الاسنان الحديث؟ التطور ازاي؟ درجه اللون، اصل في ناس كمان عايزه بيض قوي، انا عايزه اسناني اشهق بياض في البياض كله. يعني هي بالنسبه لها ده التجميل، خلاص انا عايزه ابيض حاجه وبيبقى نصيبه سوداء. انا ممكن ارد على السؤال ده بس هزعل الجمهور خالص. زعلي. ازعل؟ لا زعلي، ما هو الحقيقه ما تزعلش. طيب التبييض انا بطلته خلاص بقالي سنين. التبييض ده ثوره كاذبه، ده وجهه نظري. تبييض ده هيزعل مين الكلام ده؟ تبييض ثوره كاذبه. هيزعل مين الكلام ده؟ هيزعل الناس اللي عايز تعمل تبييض؟ ده مع مرضى ولا حد بيعمل تبييض؟ الاثنين، الدكتور والمريض. ليه بقى؟ انت عايز لون زاهق مش هيحصل. التبييض بيديك 8 درجات افتح من لون سنانك. الدرجات دي متقاسة على لون المريض ما يستعبوش. يعني ما حد دي ميجرمنتس الدكاترة اللي تعرفها، بس كمريض ما يعرف طب اعرف درجة ايه عشان اوصل لايه؟ دايما المريض متصور ان هو هيطلع ابيض قشطه زي اللي دهن ابيض الحيطه، ابيض قشطه، ده مش هيحصل بالتبييض مهما قلت مش هيحصل. طب لو افترضنا ان ده هيحصل وانا عندي على فكره احدث اجهزه تبييض في العالم، هفترض ان انا هجيب لك اللون ده وانت قاعد immediately بعد 6 شهور او 9 شهور اللون ده هيبقى ريزيستنت وموجود؟ اتحداك. ما يدومش. ما يدومش. عايز تبييض؟ حضرتك هتيجي تبيض كل من 6 ل 9 شهور. ده لو مش مدخن. طيب ولو مدخن؟
انت كده من 3 ل 5 شهور 6 شهور هتيجي تبيض تاني. هتيجي تقول هو انا هفضل كل شويه اجي ابيض كل شويه اجي وانا ما بوريش حاجه غير ان ابيض لكم ولا ايه؟ ايوه ما حضرتك اخترت حل غير مثالي. التبييض كانت ثوره وخلصت. التبييض هوليود سمايل ثوره وخلصت. فاهم؟ انا فهمت كده. ده ثوره وخلصت. وبمنتهى الصراحه. وبمنتهى الصراحه. بلس التبييض بينفع لناس وناس لا، بمعنى لو انت عندك سنان مسوسه وحشوات مخوخه، مسوسه يعني ما اتحشتش، او محشيه والحشوه قديمه ومخوخه، ما ينفعش تبيض، لازم الحشوات دي الاول تتغير. طيب لما تغير الحشوات، الحشوه دي ماتيريال غير لون السنان، يعني بعد التبييض ده هيطلع بلون وده هيطلع بلون، لان الاثنين خامتين مختلفتين. زي لو لبست مثلا قميص ابيض قطن وقميص ابيض كتان، قميص ابيض ستان، وحطيت التلاته جنب بعض، التلاته لونهم ابيض، التلاته نفس الدرجه، امبوسيبل، صح؟ لما انت بتيجي تبيض ماده حشو وتحط وتبيض سنه، مش هيطلع لون متناسق، هتيجي زعلان. انا بقول لك خبره 23 سنه، الكلام ده شايفه انه غلط، يبقى اللي هيبيض ده اسنانه صالد، الاول مظبوطه. في ناس كتير هتزعل من الكلام ده. مش المرضى. طيب المرضى مش الحته دي عشان ما نزعلش الناس. مش هنكت. مش المرضى اللي هيزعلوا، الناس اللي شغلها كله تبييض هم اللي هيزعلوا. جدا. تعالي بقى. هم هيفرحوا في الاول وبعد كده هيزعلوا. لا انا بتكلم على اللي شغلهم. الدكاتره كل واحد بيشتغل تبييض بس. كل واحد وخبرته، برضه 23 سنه مش زي اللي بيشتغل 3 4 سنين. لكن المريض هو اللي لازم يستوعب ان اللي بيعمله ده غلط. وعلى فكره انا لو جيت عملت التبييض رغم ان انا بقالي سنين فعلا بطلته، بقول للمريض حضرتك ده لازم تعمله تاني، وبدي مثل بقول زي صبغه الشعر. لو رحت يا مدام صبغت شعرك اصفر هيفضل اللون فوريفر؟ اتس نوت تاتوينج، ده مش تاتو. تقولي لا ما انا لازم اروح للكوافير يصبغ الجذور، قلت له بالظبط، احنا الكوافير هتيجي تصبغ الجذور، هنيجي نعمل اكتيفيشن للكالر تاني. لو موافق ان انت تلتزم كل 6 ل 9 شهور معانا، اوكي ويلكم. تعالي نروح لحته ثانيه مهمه قوي قوي قبل ما نروح للزراعه. العضه المعكوسه. العضه المعكوسه دي قضيه خطيره شويه، لانه لانها صعبه، وللاسف هي تؤثر على شكل الانسان بقى، مش شكل سنانه ولا ابتسامته، لا تكوين الوش بتاعه كله بيبقى في مشكله كبيره. لوقت طويل الناس متصوره ان العضه المعكوسه ملهاش علاج او ملهاش اسلوب، يعني السنان دي وفي ناس ما بتشوفهاش، وفي ناس مش ما بتشوفهاش. ما هو ممكن ناس ما بتشوفهاش، بتقول لك مثلا ده دقنه طويله وحلوه تبقى علامه من علامات الجمال، وتلاقي الام بتعمل كده جبنه ومبسوطه، مش شايفه ان دي مشكله اصلا. نهار اسود. شايفه انها مشكله. العضله المعكوسه دي في لبس فيها في الناس، في ناس بتعتبرها جمال طول ما الطفل ده صغير، لما يكبر يبقى شاب كده وتلاقي دقنه عماله تطول بيبقى شكله مش جميل، يبدا يفوق بقى لما يكبر. العضله المعكوسه ليها انواع بتخضع للتقويم، انواع لا تخضع للتقويم، يعني في انواع لازم تتعمل جراحه لما يكون المسافه ما بين الفكين كبيره، يعني لما يكون الدقن طالع لبره والسنان لجوه وحضرتك بتحط صباعك ما بين الفكين، انت بتتكلم في ايه؟ دي مش تقويم، دي تقويم بس دي اخر النورمال، او اخر النورمال في كلاس 3، مش النورمال يعني هو مظبوط، لا دي حاله اولا هي صعبه صراحه، ولازم تتعمل سيرجري اكتر. انا ما عملتهاش سيرجري صراحه، ليه؟ لانها كويري بوردر لاين، تمشي كده وتمشي كده، ف حقيقي يعني اتضغطنا فيها جامد، خدنا فيها وقت طويل على فكره، خدت فيها اكتر من سنه ونص، ودي نادره انها تحدث، عشان اطلع العضه انططها بالعكس. والمريض دوت عنده حاجه و30 سنه، في منتهى الصعوبه انك تقرص على عظم حاجه و30 سنه وتشتغل سنه ونص، كتير يعني. انا شايفه ان القرار دوت كان يعني كان ممكن ان انا ما اخدهاش حاله تقويم وانقلها جراحه، بس المريض كان متمسك بيا جدا لدرجه ان هو احرمني بادبه، وان انا اضطريت اقبل الحاله، بس اشتغلنا سنه ونص. ده رقم كبير. والنتيجه تظهر انا شايفها رائعه. رائعه. ما يرجعش السنان، انت عارفه دايما كنت اسمع من ترجع ان لا السنان لا. عندها ذاكره وبتاع والكلام ده. لا ايه الفوتو ميموري دي؟ لا لا عندها ذاكره على فكره. لا هو دي بتبقى حركه في السنان ربنا اللي خالقها، مش مفيش ذاكره والكلام دوت خالص. بس العضه المعكوسه من الحاجات اللي صعب انها ترجع حقيقي، لكن الفراغات من السهل انها ترجع، الازدحام يرجع. عشان كده تثبيت الاسنان بعد التقويم في منتهى الاهميه. الناس وانس انها شال جهاز التقويم تختفي، لا غلط، لازم تكمل الزراعه بقى.
امتى انه الحاله يتقال لها انت الحل الامثل ليك الزراعه؟ هو الزراعه في خلاف عليها، يعني هل في حاله بالواحد قاعد بنفكر اذا كانت تنفع زراعه ولا تنفع حاجه ثانيه؟ بالتالي الزراعه دي اللي هو الملكه، يا زراعه يا تركيب. التركيب بقى يا متحرك يا ثابت، بس انا بالنسبه لي الزراعه. عشان كده انا قلت الزراعه الملكه في اي بي. ينفعش ده، ما ينفعش تعديه، ده توقف وتقول له شابو. ليه؟ لان انت استعوضت المفقود بنفس وظيفته، بنفس شكله، بنفس حجمه، نفس تكوينه، بنفس تكوينه بس بماده تانية. يعني بنفس الانابي بتاعه، بجدر بالفكره بتاعته. لا طبعا الزراعه لا يعلى عليه، لا يعلى عليه. لكن انت تبرد الدرس قبل المكان الفاضي والدرس بعد المكان الفاضي عشان تعمل بريدج، والبريدج يدخل اكل من تحته ويعمل ريحه، وباي تايم باي ايجينج كل ما العين يكبر في السن الليسه تنكمش ونعمل منظر، يعني انا مش شايفه ان ده صح. بس الحاله دي السنان اللي فوق طبعا في حاجات مش موجوده، السنان اللي تحت دي كلها اتخلعت. ليه؟ لان دوت بريدج قديم عامله من 20 سنه، السنان عايمه، يعني مجرد ان انت هو بيحرك الاسنان كلها بلسانه، ده ما ينفعش. خلعنا الفك السفلي كله، استعوضنا الفك العلوي، ركبنا على الزرعات، وركبنا على الاسنان الطبيعيه اللي موجوده، وظبطنا الاحجام بتاعت السنان، ظبطنا اللون. مش عايزه اقول لك ان العيان دوت يعني ربنا يديله الصحه مبسوط جدا جدا، لان احنا عملنا حاجه رائعه وطبق الاصل الحقيقي. يعني تخيل واحد بيحرك لسانه سنانه بلسانه، يعني قاعد كده بيحركها لك رايح جاي، اكيد دي حاجه محبطه جدا، واكيد بتدخل اكل، واكيد بتعمل ريحه. فكل ان انت تستعوض وتعمل له حاجه طبق الاصل الحقيقي، اكيد ده مكسب رائع. غير ما تركب بريدجات تحت، لو ما زرعناش هيركب تركيبه متحركه. انا بشتغل اطقم على اضيق الحدود، لا الا لو المريض اصر او ظروفه ما تسمحش، او وضع لا يسمح، عنده مشكله. ولكن في الطبيعي ده لو ما زرعش هيتحول لحاله طقم متحرك. الطقم ده على فكره نفسيا بيكسر، يعني لما ست او الراجل تقلع الطقم، او وهو بياكل يتحرك منه، او يقلعه حتى في الحمام ويغسله، بتكسره نفسيا حقيقي، مؤذي. عشان كده انا ضد الطقم الا في ظروف خارجه عن ارادتي، لو احنا احتاجنا احنا نعمله لو انسب يعني. بس الزراعه ملكه. هل العوامل التي تثبت نجاح الزراعه هي تكنولوجيا فقط، ولا في عوامل نجاح ثانيه؟ لا، عوامل النجاح في الزراعه الايد اللي شغاله، ده واحد، والتشخيص. اثنين، التكنولوجيا. التكنولوجيا نوع الزرعه. لا، التكنولوجي بيدخلش في الزراعه، التكنولوجي بيدخل في طريقه الزراعه. ماشي. يعني انت هتفتح اللسه بايه؟ هتحط عظم شكله ايه؟ هتصور بايه؟ التكنيك بايه؟ هتصور بايه؟ لكن يعني هي يعني التكنولوجي مش مين في الزراعه، لكن الايد اللي شغاله مين في الزراعه. العظم انت عارف ان انا قصدي انه كل المحيط بالزراعه، يعني كل التشخيص هو يعتبر جزء من الزراعه. يعني الناس اللي بتدخل تعمل زراعه بدون مقطعيه، انا شايف ان دول بيهزروا. ده بيتحط نفسه في مأزق وبيحط المريض في مأزق. لا، انت لازم عندك مقطعيه تقول انت داخل تعمل ايه. طب انت تعمل زراعه من غير مقطعيه، يبقى انت كده تقول لواحد انت جاي تزرع ولا جاي تهرج؟ بالنسبه لي لا، انا جاي اهرج بقى. انا يعني يعني انا جاي كده اهرج، انا هزرع من غير مقطعيه. طب المقطعيه هي اللي بتوريك، المقطعيه اللي بتقول لك فين. ما هو في ناس مثلا دكاتره يقول لك ايه، انا نوفر على العيان. لا، هو ما ينفعش ادخل عمليه كبيره وانا موفره له مبلغ ملاليم بالنسبه لثمن الزراعه. طب انا اوفر، مش ده اللي هيوفر. ماشي، ما انا اوفر، ما اوفر. طب ولو حصل مشكله؟ ما ينفعش يا باشا اوفر وما احطش زيت في العربيه، اوفر وما احطش بنزين في العربيه. طب انت هتخسر العربيه كلها. طب ما هو مش منطق، مش منطق. انت بتوفر في ايه؟ بتوفر في ايه؟ زي العيان اللي مات عشان قرص دواء. طب الارخص كنت تديله قرص الدواء، العيان ما يموتش، واخد بالك؟ فالمقطعيه الف ب. الزراعه موانعها ايه؟ يعني انا امتى ما ازرعش؟ قليله، موانعها قليله. هي موانعها ما بتبقاش موانع بدرجه موانع، هي بتبقى تايم اطول. يعني مثلا لما تلاقي ان الجيب الانفي سوري القاع الانف قريب جدا من الفك، ما فيش الا ملي او اتنين، عندك مشكله. ان انت لازم تعمل حاجه اسمها اوبن ساينس، يعني بتفتح من جوه، من الخد من جوه، وتقوم حاطط عظم ورافع الكميه اللي انت عايزها كلها توصل ل 10 و 12 ملي، ترفع وتقفل، ما حطتش زرعه. انت كده ايه المشكله اللي قابلتك، او المشكله اللي قابلت المريض ايه؟ ان هو هيقعد مش اقل من 6 شهور عشان يزرع، من 4 ل 6 شهور. يبقى ايه اللي حصل معاه؟
بيطول في الوقت قوي. لكن كمانع لا هو مش مانع. بس في بروسس تانية هتتم قبلها. لكن في مثلا موانع زي امراض في القلب، نوع العظم، يبقى مثلا عندك اكتر من نوع، يعني عندك مشكله في نوع العظم، عندك مشكله في العصب، عندك مشكله في القاع الانف قريب قوي، وفي مشكله في العظم مش هتسمح بان احنا نحط عظم بالكميه دي. المريض عنده حاجه في القلب هتمنع ان هو يدخل يقعد عدد الساعات ديت في بنج كلي او في بنج موضعي. مرضى الصرع، حامل، لا في حاجات هيبقى صعب ان انت تطبق عليها البروسيس المعقده. لكن كموانع للذراع السمبل، لا ما فيش اي مشكله في السمبل خالص. حتى لو هترفع الجيب الانفي او قاع الانف هترفعه 4 5 مللي برضه ما فيهاش مشكله. اللي بيعمل بروبلمز اكتر ان انت تعمل عمليه زراعه عظم الاول، دي بيبقى فيها لمس شويه للمريض. لو عيان عنده تاكل في عظم الفك، نحط غيره، نحط غيره. انت قلتيها ببساطه شديده جدا. مفيش اي مشكله. يعني ما يخافش. بس هو المريض بيبقى عنده مشكله ان هو جاي عايز يحل المشكله ديت في 3 4 ايام. طب ما هو انت صبرت على الحاله دي 40 50 سنه، مش هتتحل في 3 ايام. لازم هتديني وقت، نحط عظم، نفتح عمليه ونحط عظم. في ناس على فكره، ودي لسه تم عندي في المركز من كام يوم، يعني خلال الاسبوع اللي فات كذا مره، ان حطينا عظم كذا مره. لان في حالات انا بقول للمريض انت هتحط كذا مره، مش هتحط مره واحده. يعني حاله زي كده، تخيل ان دي سيده، تخيل ان هي لما تيجي تبتسم انت متصور الشكل مؤذي ازاي؟ ودلوقتي بقى حلوه ما شاء الله. طيب العينه ديت ايه مشكلتها؟ كل ما تروح للدكتور يقول لها ما ينفعلكيش زراعه، ما ينفعلكيش زراعه. ليه؟ عظم فكه ليه؟ ما يعرفش ان هو يعمل بون اوجمنتيشن، ما يعرفش يعمل كثافه زياده للعظم وتكبير للعظم، فيقوم قايل للعيان انت مش مريض زراعه. طب هو يا اما الحاله تبقى ستريت فورورد، ومجرد ان والعظم يكون حلو ومتين والتايب بتاعه تحفه، والعيان ما عندوش اي حاجه، واحط الزرعه هتنجح من قبل ما انا احطها، يا اما اقول له ما تنفعش. لا طبعا، بس لازم يبقى العيان عارف احنا هنحط عظم، احنا هنعمل اوجمنتيشن، احنا هنوصل للنتيجه بعد الفتره الفلانيه، وقدرنا نوصل للنتيجه دي رغم انها راحت لكذا دكتور قال لها انت مش مريضه زراعه. طب ما هي زرعت، هو بقت زي الفل، صح؟ يبقى القصه كلها ايه؟ اكسبيرينس، هاو تو ريد فيوتشر. ازاي بقى هتقرا فيوتشر وانت دكتور لسه ما بقالكش كام سنه؟ لا دي بقى بتاعتي انا. وعلى فكره الستاف بتاعي متدرب بيرفكت، ممكن النتيجه دي كلها انا ما اديتش ايدي في بق ولا مريض من كل المرضى اللي انا بعملهم معاك بقالي سنين. ازاي؟ اكسبيرينس بتاعتي انا عارفه بشغل مين، بطلب منه ايه، النتيجه اللي باخدها ايه في وقت ايه. طب ما فيش حاجه اسمها الدكتور هيشتغل بايده، ولازم يشتغل بايده، عشان في حاجه اسمها تيم ورك، مفيش حاجه اسمها الدكتور ده هيشتغل كل الخطوات. لازم هينزل تيم ورك، لازم ينزل احسن دكتور تركيبات في مصر وفي الشرق الاوسط، وده اللي هيشتغل، احسن دكتور حشو في مصر هو ده اللي هيشتغل. انت كده هتضمن النتيجه 100%. لكن تقول للدكتور قوم اشتغل لي كل البرانشز، لا انا ولا غيري هشتغل 12 او 14 برانش طب اسنان 100%. لكن انا اجيب لك اللي هيجيب لك ال 100%. طب اضحكك بقى، مش احنا قلنا كلام علمي قلنا كلام وجبنا الاشعه، ما طلعناش النهارده الاشعه المقطعيه. حبيبتي الاشعه المقطعيه بعشقها، هنعمل لها حلقه. لا دي صدقتي، دي ما اقدرش يعني، عشقي دي ليها جمال عليا، مش عشقتي، عشقي يا واد خليك. بعزاها جدا الاشعه المقطعيه، ليه؟ لانه تطور مهم في التشخيص. احنا بتوع تشخيص جدا. طب في وسط بقى العلم ده هوريكي حاجه موجوده، انا هجيب لك الصوره دي، الصوره دي من بنجلاديش. وريني. يعني دي بلد غلبانه. على فكره بلد يعني اقتصاديا بتنمو بشكل كويس، بس في ناس غلابه فيها. شفتها دي موجوده في مصر على فكره الصوره. لا مش الصوره دي من بنجلاديش، لكن شبهها موجود في مصر. لا انا شفتهم على فكره. شفتيهم؟ في مصطفى النحاس وفي مكرم عبيد موجودين. والله شفت. يا وصلوا في الجزيره اللي في النص دي. والله العظيم وصلوا الحمد لله. لا هم موجودين في الموالد. بص في الموالد، انا بكلمك جد، في موالد بقى مش عارف مولد ايه ومولد ايه، التجمعات الريفيه البسيطه موجود بقى واحد، بص تلاقيه قاعد مسمينه الدكتور، كمان مسمينه الدكتور. وتلاقي هم مجموعه كده وكلهم بدون، يعني اللي هم ايه بدون، يعني شايلين شنطه يقول لك علاج الكذا بدون جراحه. انا شفت فيها شاكوش صغير وزراديه. ما هو شفت حاجات وألوان غريبه،
لا وبعدين واضح انه يعني ان هو يعني عنده راس مال كويس جدا شغال بيه يعني وعنده زباين وبتاع والكلام ده ومتصور يعني يعني خلي بالك برضه الجرأة سمعته ان ان ده سمح للناس انها تصور شغله ده هو هم مش هو مش عارف بقى كان بيصوروا ببلشن انا عايز انزل دعايه واعلان قربت منه كده اقول له ايه انا عايز اعمل ايه وبعد كده بيتكلم زبون بتاعه يعني بيقول له احفهم لك ده هيبرد له سنان ولقيت جاب له مبرد مبرد كبير كده حديد ده عندكم كده ده في مدينه ده مصر, مصر اه قال له هحفهم لك احفه دي ما اعرفش يعني ايه بس واضح ان هو لا هحفهم لك انا اخفف لك الحده بتاعته اه ليه بقى يعني, يعني كان ايه الكومبلين اللي هو بيعالجها يعني اكيد درس بيشكه مسوس فبدا معالج التسوس هو حفله السنه الجزء اللي مفتوح خالص يا جماعه طيب قولوا اسنان ليه هل ممكن والله انا كنت مش مصدق انا بوريك ده على انه في بنجلاديش وشفته او سمعت انه كان زمان في الموالد زمان ولم اتخيل ان هو انت بتحكي لي كده وهم يعني وهم الصباح الخضراء يعني ده انا بصي بقى انا يعني ليه احنا باصين للسنه لا زي اكسدام العربيه استعدله لك يا باشا ايه ده يا جدعان دي اسنان دي مش اكسدام عربيه ودكتور الاسنان مفيش حد يعرف يقول لك اصلها انا هيسن زي ما بيعمل هو انا هعمل بعد نفس الكونسبت بتاع الناس اللي بتروح جايه بدل ما تاخد علاج السكر انا هقول لك على حاجه كوميديه جدا مريض السكر صديقه عزيزه جدا راحت لدكتور زميل قال لها لازم تاخدي انسولين حد ريلاتيف جدا قال لها لا قال له لا اقتنع الراجل ما اعرفش ازاي خلى الراجل يرجع في كلامه تاني ويقول لها فلما جم شفته طب السكر هيعلى لو هي سكرها عالي جدا هي انديكيتد انها تاخد انسولين طب حرام طب ما ده ضرها على فكره اكيد قال لها عشان خاطر الانسولين بيبقى مش حلو وبيدخل ده برضو ان انا افتكر ان انا عندي فكره في عن الطب الطب لاهله وليس لكل من هب ودب ده برضو احنا على فكره بنغلط فيه في مصرنا الحبيبه ان في ناس بتتناقش في الطب ما لهمش علاقه بالطب صح يقول لك ايه هنعمل حوار يلا ده على التلفزيونات وتلاقي ناس بتتكلم وبتتناقش وما لهاش علاقه في الطب وبعدين نيجي بعد كده نعيب نقول مش عارف ايه يا باشا انا بعد كده هعمل استوديو تحليلي في الكوره الله ما هو بقى كده خلاص اعمل يعني بقى اعمل اه يعني احنا طيب يا باشا اذا كان ده يقول لو انا عملت كده هيروحوا الناس المتخصصين في الكوره في العالم كله هيقول لك شايف ده بيعمل الاستوديو تعرفه ما بيعرفش حاجه عن الكوره طب اشمعنى بقى في دي اشمعنى بقى في طب الاسنان كل الناس بتفتي ده مش في طب الاسنان بس ده في الطب ليه في الطب كله. ليه احنا الحيطه ومين الضحيه الطيبه مين الضحيه المريض بالظبط والدكاتره كله والله ضحيه والله كله ضحيه انا مبسوط جدا بالحوار معاك النهارده ربنا يخليك واسعدتيني جدا وحوار جميل يعني احنا النهارده مشينا حكاوي واكاديمي يعني ازاي عملت الحكايه دي برافو جدا يعني ازاي عملت مسيج من حوار اكاديمي مشينا من اول الفينير بالترابيش التقويم بالزراعه حوار اكاديمي جدا اتمنى بس ان الحوار دوت يوصل في الاخر لنتيجه ان المريض يعرف يعني ايه فينير يعني ايه زراعه امتى بنختار ده امتى بنختار ده واهم حاجه اللسة في منتهى الاهميه نفسي الناس تهتم باللسة لا انت تديتيه النهارده اللسة لا لازم الناس تفهم لا كل يعني حته النهارده انت تديتيه حقها وزياده يعني ما اللي يفوت النهارده حوارك عن اللسة كمان يبقى فاته كتير قوي نورتيني وشرفتيني ربنا يخليك ضيفتي العزيزه الاستاذ الدكتور اسراء السعيد كانت مبدعه كعادتها في حوار عن الناس الحلوه من الناس الحلوه للناس الحلوه اللي ما بيتكلموش غير في تخصصهم من اجمل الجمل اللي سمعتها من واحد صديقي قال لي انت كويس انت بتعمل حاجه انت بتفهمها ده واحد صديقي يعني فضحكت انا وبصيت له كده فقال لي بس مش كل الناس بتعمل كده في ناس كتير بتعمل حاجات ما بتفهمهاش بعدين بعد كده يشتموا في اللي فات هم يبكي وهم يضحك خليكم مع الناس هذا